تشربتكم مشاهدي قناة حنا بعرف في كل مكان. على سلامتكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. موعد نهاية الأسبوع كالعادة نرجع فيه بالقراءة والتحليل على آخر مستجدات الوضع في بلادنا. نعود على آخر مستجدات الوضع الوبائي في علاقة طبعا بانتشار فيروس كورونا، عودة على آخر الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة، على آخر الإحصائيات فيما يتعلق بانتشار الوباء، عودة على جدل فيما يتعلق بتوصل أعضاء الحكومة ومستشاريها بتلقيح الكوفيد، وعلى الإجراء اليوم تم اتخاذ فيما يتعلق بغلق الحدود البحرية. بعد شوية سيد يوسف بن رمضان مدير عام خليني نقول النقل البحري يكون معنا عبر الهاتف، ناخذ عنده أكثر تفاصيل فيما يتعلق بهذا القرار. الأزمة السياسية في المقابل ما زالت تراوح مكانها وما زالت تداعياتها على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والصحي ايضا. سعيدة جدا باستقبال ثلث من الضيوف يشاركوني الحوار الليله. سعيدة جدا باستقبال الاستاذ عصام الشيبي من عمل حزب الجمهوري. صح شفتك سي عصام، اهلا وسهلا ومرحبا، مرحبا، شكرا على قبول الدعوه. النائب عن حركه امل وعمل ياسين العياري، مرحبا ياسين. اهلا وسهلا، صح شريبتك، مرحبا بكم بالساده والسيدات المشاهدين والمشاهدات. شكرا على قبول الدعوه. رئيس لجنه الصحه بالبرلمان استاذ عايش الزميل، مرحبا. شكرا على الاستضافه، مرحبا. مرحبا المدير العام السابق مع الدراسات الاستراتيجيه الاستاذ الهشامي طارق كحلاوي، مرحبا طارق. مرحبا من شكرا. شكرا على قبول الدعوه. منين باش نبداو؟ نبداو باخر ارقام انتشار الوباء في بلادنا سي عصام الشابي، والوضع ما يفرحش. وصلنا البارح عملنا الغاكور نتاع 119 حاله وفاه، يعني الارقام ماشيه في تزايد متواصل على الرغم من اعلان الحكومه عن اعلان او تحيين او تمديد في جمله من الاجراءات. الحقيقه انتظرنا وان يقع الاعلان عن اجراءات جديده في الندوه الصحفيه نتاع نهار الاربعاء، لكن تقريبا تم التمديد في نفس الاجراءات اللي تم الاعلان عليها في وقت سابق، مع اضافه ادراج الحجر الصحي الاجباري بالنسبه للي داخلين لتونس والاستظهار بالتحليل السلبي. صحيح، الوضع نتاعنا ماهوش هو يبعث على القلق، الوضع الصحي نتاعنا يبعث على القلق. اليوم مع الاسف بلادنا هي اول دوله في العالم من حيث نسبه التحاليل الايجابيه، تقريبا هذا اللي عطاه نسبه 26% من نسبه مقارنه بالتحاليل اللي تعملها، مش الوفيات، الوفيات لا، ونسبه الوفيات مرتفعه جدا. على كل احنا اليوم في نواجه في وباء العالم كله يواجه فيه، لكن الخاصيه نتاعنا اننا في تونس نواجه فيه دون قيادة سياسية، دون وجود وحضور قوي للدولة ومؤسسات الدولة لحماية المواطنين لتوفير اللقاح. احنا من اخر دول العالم اللي قاعدين الوعود كثيرة وقاعدين نخدموا بالرؤية، او في الثلاثية الثالثة لهذا العام توجينا الزملية التلقيح تبدا من 1 جويلية توفى في 30 سبتمبر الله اعلم وقتاه، عندنا وجايين الزملية 400,000. كي تسمع تقول من هنا لاكتوبر المواطنين التونسي الكل اغلبهم ياخذوا تلقيح نتاعهم، لكن في الواقع تقريبا وصلنا حوالي 300,000 اللي خذوا الجرعه الاولى، وهو عدد ضعيف جدا بالنسبه لعدد السكان نتاعنا. وانا اقول هذايا نتيجه غياب اي استراتيجيه للحكومه هذه، ونتيجه الاضطراب اللي صار بين الحكومه السابقه والحكومه هذه، والفراغ اللي حدث في وزارة الصحة وإحنا نواجه في وقت تم انتقالة وزير الصحة والفترة لانتقال السلطة، ودول العالم كل وقتها قاعدة تتسابق لإبرام العقود مع المخابر هذه حتى قبل ما يثبت النجاعة نتاع التلقيح هذه. يعني نشوف الدول الصديقة والشقيقة واللي تشابه تونس أوضاعها الاقتصادية كلها سبقتنا مع الأسف. على كل هذا واقع، نتمنى انه اليوم من سمعت السي هاشمي الوزير يعطي في بعض الارقام قد ترتع، يقول عندنا اليوم 400,000 تلقيح مازالوا موجودين في تونس استعمالهم، وجايين دفعات كبيره 85,000 تلقيح في الاسبوع من تلقيح بفايزر. ربما نتدارك، المطلوب ان نتدارك والمطلوب الا نختلف. انا المسؤوليه هي مسؤوليه الحكومه اولا اللي ما قامتش بوضع خطه واستباقيه وتدخل سنعود على تحديد المسؤوليات. علاش احنا هكا وعلاش ارقامنا هكا؟ الوضع اللي عليه الوضع الصحي هذا وضع صعب ومقلق للغايه، ما يوليش هو بيدو معناها مبعث خلاف جديد بين التونسيين وتخويف للتونسيين. تونس اليوم
يسمعوا في الإذاعات وفي التلفزيون ويقرأوا في الصحافة وفي الفيسبوك، يعني شيء يحطم المعنويات. أنا أقول هذه جائحة كبيرة، لابد أن في ظل تفكك للدولة زادة، يعني شوف ترى مسؤولية الدولة يخدم كل واحد وحده. صارش لقاء بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لتدارس الوضعية الكارثية هذه، خلافهم بين بعضهم أهم من حياة آلاف التونسيين مع الأسف. هذا نقولوه ونقولوا لهم بالله رجاء من أجل تونس، بالله تعالوا فوق خلافاتكم على أهميتها واللي مش مقتنع عليها. ريت الجملة هذه سي عصام، أنا باش نقصها بش معناها باش تتقص، خاطر كل ذي في جيل هنا توا ثلاثة وأربع شهور يقولها، ومعناها قريب نقصوها ونحطوها بوك، بربي تنازلوا بربي تنحاو شوية عن أنانيتكم وذيتكم، بربي حطوا ال 11000 تونسي اللي توفاوا قدامكم، وبربي أجلوا خلافاتكم السياسية. ولكن طبعا يظهر لي ما فماش شكون يسمع. لازم يسمعونا، لازم يسمعونا، هذه بلادنا، هذه أرواح التوانسة. يعني احنا شوف عندنا وضع اقتصادي تو ربما يجي الحديث فيه كارثي، وهاك ترى ولا أملنا أن صندوق النقد الدولي يرضى علينا ويعطينا القروض اللي نستنى فيها، مع توا لأنه خلاف ذلك مش نرجع صندوق النقد الدولي والدولة في حالة إفلاس، خاطر كان ما يعطيهمش القروض هذه الدولة تعلن إفلاسها لأن تتوقف عن تسديد الديون نتاعها. ما عادش يعطيك حتى حد إذا كان معطيك صندوق النقد الدولي. نرجعوا من بعد سامحني الوضعية الصحية هذه تقتضي إعلان حالة التعبئة العامة لموارد الدولة للطاقات، خليوا خلافاتنا نمشي وننقذ المواطن التونسي، نتدارك كل مفاتنا راهو ممكن، ونعطي كل الامكانيات للاطار الطبي اللي نحب نحيي قاعدين يقوموا بمجهود استثنائي لحمايه التونسيين، لكن تعوز من الامكانيات. يعني لكن اللي نحب نقوله اكثر، ما يلزمش النقطه هذه تولي كل قرار فيه هو مبعث تندر، والحكومه نرجعوا ونرجعوا للسفاقس البارح والاخبار وتخويف التوانسه والاكسجين وفيها، ويعني تحسوا انه فما حاجه ممنهجه قاعده، فما ماكينه تحطم في البلاد وتحطم في تونس. انا اقول طبعا انا اقول تونس عندها حكومه من اضعف الحكومات وتخدم دو سيلندر، اغلب الوزراء بتاعها بالنيابه لكن مع ذلك فما استثمار في الازمه هذه لمزيد تحطيم البلاد. اخبر يعني فيك نيوز عامل حاله وبعد اثبت انت، يعطيك اخبار البارح الاكسجين انقطع، وهي فما نقص في الاكسجين واستباق للعمليه نقل 30 مريض في بصورة مخططة. وسمعت أنا المسؤول على الكوفيد في صفاقس، هذا ما يتعودش يقعد الخبر هو أنه راو الأكسجين تقطع وهزوهم في الكراهة بالسيفير وكذا. ما يراد به هذا، يراد إثارة الذعر في البلاد، وأن الأزمة هذه تزيد تغرقنا، وإحنا المفروض أن نتسلح بإرادة قوية وبرؤية واضحة، ونضع كل إمكانياتنا لمواجهة هذا الداء، وأننا عندنا مسؤوليات. مش معناها راهو اللي قصر في حق التونسيين باش نغض عليه الطرف، اما الان الاولويه لوقف النزيف والخطر هذا. الاولويه هي ايقاف النزيف فيما يتعلق بموت التوانسه يا سي العيار، يعني اكثر من 11000 ميت تونسي اليوم. ولكن الحقيقه حاسين وانه التعامل مع هذه الازمه معناها متفرق، ما فماش مسيو كوفيد في البلاد، بمعنى وانه وزاره الصحه كأنه دورها تعطي الأرقام أو قديش مسجلين أو قديش لقحوا أو قديش ربما ماتوا أو قديش تحت الانعاش الطبي. رئيسة الحكومة أو اللجنة الوطنية تخرج السيد الناطق الرسمي تعطي جملة من الإجراءات، يا إما تتجدد يا إما ربما تبقى على ما هو عليه. في المقابل التلقيح التو ما نعرفش نتوما بعد نقول معايا رئيس الصحة بالبرلمان، نعرفوا قديش عندنا من زريقة اليوم في البلاد ولا لا؟ نعرفوا ولا ما نعرفوش قديش عندنا من زريقة؟ في المقابل المواطن زادة تعدى توا، شوف المقاهي، شوف الشيشة، شوف الكراهب اللي تحوس، معناها الحقيقة كل واحد عايش حياته وكأن شيئا مش صاير في البلاد. أنا نبدأ الكلمة وين وقف سي عصام، كلامك فيه كثير من الحكمة والواقعية. الماكينات اللي تحب تدقدق وتستثمر الأزمة هذه في إطار صراع سياسي موجودة وحقيقية وتخدم حتى تكربو، لكن هذا ما يبيش يخبي علينا الوضع الصحي كارثي. انا نرى انه التفاؤل الزائف اخطر من التشاؤم. اليوم كيموت لك 119 شخص كل يوم يوميا، ونحب نرحم هنا على كل ضحايا المرض هذا. كي توصل نسبه التعبئه في المستشفيات نتاعك في اقسام الانعاش 90 و92 و95%، الامر خطير. باهي خلينا نحط روحنا بالله، احنا نحسب روحنا انا حكومه، شنو الاجراءات الممكنه؟ ما ثم حتى حكومة في الدنيا تنجم تخاف عليك أكثر ما تخاف على روحك.
ما تنجم حتى حكومة في الدنيا تلبسك كمامتك بالسيف وتقول لك ابعد على العباد بالسيف. إذا أنت صحتك ماهيش غالية عندك وتستهتر بهذا الوضع، توا الكهرباء والنجاي من داري لهنا الناس تقول ما ثم حد شيء. الحجر الصحي الشامل نتاع نقعدوا في ديارنا وشهرينا تمشي ولاباس علينا غير ممكن في تونس، غير ممكن في تونس. اش باش يعمل مشيشي في واشنطن؟ ماشي يتسول؟ لا لا يتسول، يتسول الواه يتسول. خاطر الحجر الصحي الإجباري اللي عملناه في عمناو تكلف لنا أنتر مونكا جانية مع نقص في المداخيل وإجراءات وكذا قرابة 8000 مليار، ما كانوش محطوطين. النمو نتاعنا عمل 8% دونك أنت اليوم عندك وضعية بلادك واقفة. ونزيدك حاجة أخرى، الحجر الصحي الإجباري اللي عملناه عمناو كان خطأ فظيعا. خاطر عندك 50 حالة في البلاد ما عملتش حجر صحي إجباري، مش موجة أولى. الموجة الأولى جتنا بعد، احنا في الموجة الثانية مش الثالثة راهو، ثماش موجة. أما وش عمل الوقت اللي يحكم؟ نقل على فرنسا، فرنسا سكروا واحنا نسكروا. الواد نقل على فرنسا، فرنسا عندها حدود مع إيطاليا ومع إسبانيا، ما كلم الوباء. عندك 50 حالة، باهي صرفنا 8000 مليار هذوك خاطر كنا وقتها شفنا شنو نعملوا، سكروا الحدود فقط، تمشي البلاد رواح على روحها. و8000 مليار ممكن قاعدين خسرناهم هذوكم نحطوهم في الصحة. باهي اليوم الوضعية الاقتصادية نتاع البلاد ما عادش تستحمل حجر صحي آخر. الناس مش راهو عندنا كيقولوا ازمه اقتصاديه، احنا نفسنا صار لنا مشكلتنا في تونس. ريتك اللي يمشي يقول كل مره جاني الذيب وما يجيهش، المره هذه جاني الذيب بالحق وباش ياكلوا والناس مش مصدقه. الوضعيه الماليه صعبه جدا. باهي اش عملنا في بعد حجر الصحي الاجباري اللي فات؟ ولات عندنا تفر الحال، شي يعمل كيف؟ شنو نعملوا؟ رضوخا للوبيات الوتلاجيه نحلوا الحدود من غير بي سي ار، يرجع الوباء. دونك اليوم سيبوزون عملنا حجر صحي اخر شامل سيدي، نحسبوا الشهر تكلفنا 2.5 مليارات. يبقى بعد شنو نعملوا؟ حلوا ما نحلوش؟ ويزميوه في يوم ما الحجر الصحي باهي وفاء، يرجع تونس يعنق ويبوس ويمشي لفراحه. ايش عملنا؟ ما نقعدوش كل شهرين نخسروا 2500 مليار، غير ممكن. يعني ما ثم حتى اجراء ممكن في هذا البلد بالوضعيه اللي هي فيه. ثم ناس تقاتل نهار بنهار، كيسكرين شكون باش يعطيهم ماكله ذاك؟ شكون؟ نزلوا من الخزينه اعطي 1000 درهم، ما عملناها في الحجر الصحي اللي فات. وشنو هي النتيجه اليوم؟ اليوم نتسول. ريتك الخطوط الحمراء وهذه ما نبيعوهاش، تو نخموا فيها نمشي نبيعوها قبل. الوضع صعب جدا، فالحل الوحيد خليني نتكلم بصراحه ووضوح لا يحتمل التاويل. التونسي نقص من الدلال. لن يكون هناك حجر صحي شامل، ومن يفعل ذلك سيكون مجرم في حق هذه البلاد. اللي يقر الحجر الصحي شامل. اي خاطر شو يعملوا؟ يمو عندنا 8000 مليون شو نسلفوا؟ شو تخلص ولدي ولدك؟ وصلنا لهنا لهنا، ما عادش عندك مع ما تسلف. دونك تلبس كمامتك، تغسل يديك، وتبعد على العباد. إذا صحتك ماهيش مهمة عندك أنت وما استحفظتش على صحتك، ما استناش ماما الدولة إجا لبسني إجا أعمل لي. ما حطوش البوليس كل أوراق كل مواطن. إيه ما الدولة عندها مسؤولية فيما يتعلق بالتلقي، حتى من بعد نرجع للفولي خاطر فرق بين الوضع. مازال ما حكيش على التلقي، نحكيو على الوضع. ثم تعرفش كيفاش؟ مو عندك كونجي أنت أربع جماعات كل واحد. خذوا توا. لا بياخذوا في أوسه هو. وتو يحب الدولة تحطه في الدورة تحتي شهرية. الوضعية لا تستحمل. وأقول لكم بصراحة، كل إنسان مازال يتهاون بهذا المرض. سهله ياسر، راكي تمرض ما تلقاش بلاصه في السبيطار وتموت انت واللي يحبوك. سهله، ما ثم حتى اجراء ممكن. اقعد خويا عنق وبوس ومشي القهوه وشيشه من فم الفم، انت حر، انت مواطن بالغ عاقل راشد. الدوله تشوف فيك بالغ عاقل وتعطيك في الامكانيه انك تختار القاعده على القوات المسلحه تنتخب. جيت في هذه وليت مع شواعي، الله معاك. اليوم ما نجمش نعمل حجر صحي شامل. ريت البلدان اللي عملته، نعطيك امثله مثلا، عندها تغزر كل اقتصادها باه ناكل كبوت تو، اما عندي دي لوفي تاع كروسونس باش يصير النمو. هاني عندي هذه وهذه وهذه، تو يصير النمو نعاود. انت باش تعمل النمو؟ ترى تعرف باش نعملوا فيه النمو؟ نعملوا فيه بالدقله والزيتونه والسياحه. السياحه ما ثماش. وخلينا نجيو الاجراءات، شكون ذبحوهم ترى في الاجراءات المره هذه؟ التوانسه بالخارج. المشيشي على خطى الفخفاخ، اذبح التوانسه بالخارج لفائده لاجل عيون لوب الوتلاجيه نقطه. يا اخي سامحني، توسي بالخارج كي يجي ما يجيبش تحليل بي سي ار، جيب يعطيك الصحة. بيغ برشا ملقحين ديجا، عمل له تيست رابيد في المطار. الرئيس الهندي اللي خايفين منها، والله كي جيت ما تظهرش بالتيست بي سي ار نقول عندك الحق خويا سكر عليه. لا لا لا، نجيو توا الوتلاجيه نحلوا له، مش كنا نذبحوا توزع بالخارج. يعني تعتقدوا انه يصير العيار حتى اقرار الحجر الاجباري للقادمين من برا غالد؟ الهدف نتاعو لم يكن صحي، كان اقتصادي. كيما عمل الفخفاخ وحل الحدود من غير بي سي ار وعاود كلينا الوباء بعد ما رجعنا صفر الحاله، يعاود لاجل عيون الوتلاجيه، لوب الوتلاجيه يعاود المشيشي. انا نقول لك نزل علميه، خلينا نتكلم بصراحه. سميوها نقابه وتلاجيه وانتهى الموضوع.
تعرف الاقتراح اللي يحب اقتراحات يا سيدي تصور معايا انت كل تونسي جاي من الخارج عنده بي سي ار نتاعو نعمل له تيست رابيد في المطار على حسابه كي يجي خارج كي ما عملش تيست بعد خمسة ايام من هذيك عنده خطيه 5 ملايين في المطار ما يخرجش سهل العمليه اما وقت الوقت يجي مش تاكل لا احنا شنو تونسي بالخارج سامحني شفت تصور في تونس انت انا تخيل تحميهم معنا في تونس هذوما في الداخل بالتسيب هذا في الخارج اللي جايين من بلدان واللي فيهم لقح واللي يحترموا في الاجراءات ويجي لهنا بتيست بي سي ار كفانا عبث كفانا عبث هذا بالتعليق بالنسبه للاجراءات لكن ما ثم حتى اجراء ممكن في تونس اليوم بالوضعيه اللي احنا فيها الا المواطن ينقص من الدلال استحفظ على صحتك ما نجم حتى دوله اليوم حجر صحي كامل لا شامل لا نقدر نقول لك حاجه اللي يقول لك اعطيني حجر صحي شامل ساهل راهو نجم نقترحوا هذه وهذه وهذه كل اللي في مليار اعطيهم لمني سهله ولا وانتهت العمليه 2000 مليار نتاع شهر كل فرشة شهر اعطيني 2000 مليار منين وصح خاطر راهو سهل الكلام نعملوا هذه ونعملوا هذه هذا كلام كروني كوريت سامحني مع احترامي الناس الكل رجل الدوله كيش يعمل ياخذ قرار هذا القرار باش ناخذه هذه نتائجه وهذه فلوس منين نجيبها هذا الفرق بين دونك اليوم ما فما حتى لوم على الحكومه لا 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 ما فيش اجراء لا اتحدث فيما يتعلق بالاجراءات ولم شنو الاجراء الممكن شنو الاجراء اللي تقطع ارزاق الناس تاكل بالنهار ما تنجمش حتى هذوك متوازنات اذا انت موظف شريطك تمشي تقعد وما تقعدش ثم الناس زي ما تقعد القهواجي والتاكسيست والناس اللي تخدم تلقط في خبزتها اش نعملهم هذوك مش وانسى لدلالك انت وخاطرك انت سي شباب ما تحبش تحط كمامتك وتغسل ايديك نقطه الناس هذوكم حتى هذوك متوانسه وحقهم انهم يعيشوا في بلادهم دونك سامحني الحل الوحيد الممكن اليوم بعيدا عن ضربان اللغة بعيدا على فلان يمركي في بونتو فلان يشكل على فلان البس كمامتك واغسل يديك راك تمرض اليوم ما ثماش بلاصه وين نداويوك وصارت في بلدان متقدمه طايره بين نظامها الصحي واش مختاروا في العباد مانيش خير من ايطاليا ولا اسبانيا جوستومون سي العايش الزميل باسكم رئيس لجنه الصحه البرلمان ربما الى جانب الاجراءات اللي كان يحكي عليها ياسين عياري كنا نجموا نمشيو في ثنيه الباهيه لو انه نسق حمله التلقيح كان ماشي بالكدا اليوم الحقيقه الاستراتيجيه الوطنيه للتلقيح مش فقط بطيئه في علاقه بمن احنا عارفين قداش عندنا من تلقيح جاي مره لقطوها في منظومه ايفاكس مره وجاونا من الكوموند نتاع سبوتنيك ومره من الكوموند نتاع فايزر دونك ما نجمناش نحصروا وبيغ اليوم دخل جدل كبير بخصوص المنظومه في حد ذاتها اليوم فما حديث على اساس وانه انتقلنا للمرحله ولا وصلنا للمرحله الثالثه تاع الاستراتيجيه الوطنيه وبعد نرجع لها باكثر تفاصيل، الوغ كل يوم عديد الناس تقول لك انا بابا وامي عمرهم 73 سنه وعندهم امراض مزمنه مسجلين وتوا لا لقحوا عيطوا. هو فعلا اليوم ما فماش اثنين يختلفوا في تونس اللي الوضع خطير وخطير جدا والمعطيات اللي كانوا يعطيوا فيها كلها صحيحه، الارقام 119 وفاه في اليوم يعني تقريبا وفاه شخص كل 12 دقيقه او 13 دقيقه، رقم مفزع. شنو يقابلوا هذا؟ يقابلوا امتلاء أسرة الإنعاش وأسرة الأكسجين. أنا موافق سياسين وقت يقول اليوم الحل الأول هو أنه المواطن يلزم يلبس كمامته ويكون عنده الحماية الذاتية، لأنه في السابق كنا نطلب من المواطن باش يحمي جاره ويحمي أخوه يحمي عائلته، اليوم نطلبوا في الناس باش يحميوا أنفسهم، لأنه الحقيقة الوضع متاع انتشار الوباء ولا بسرعة كبيرة والسلالة البريطانية انتشرت يعني وعندها فاعلية كبيرة جدا وأنا قاعد نشوفه في الأرقام. لكن المواطن اليوم علاش فما هالارتخاء هذا؟ خاطر مع الأسف بعثنا له إشارات سلبية وقت صارت التظاهرات السياسية بالألاف وبعشرات الألاف بعثنا رسالة سلبية للمواطنين كأن قلنا لهم معناها رأوا الأمور لباس وتنجموا تخرجوا وكل وبعد 14 يوم بالضبط من التظاهرات هذيك في تونس وفي سوسة وبرشا أحزاب وحتى يعني تظاهرات احتجاجية اجتماعية والكل ظهرت هذه السلالة البريطانية وشفنا التداعيات متاعها. صحيح اليوم المواطن أنا نخاطبه من المنبر متاعكم ونقول له كمامتك هي سلامتك، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية هي التلقيح. التلقيح اليوم صحيح تأخرت وعندنا مؤاخذات كثيرة ونبهنا احنا في لجنة الصحة مرارا وتكرارا وجيت لعندك وقلت منذ بداية شهر جانفي راهو مش يصير لنا اللي صار لنا اليوم بالضبط وصارت يعني التأخير في التلقيح ضغطنا إلى حدود شهر جانفي ما تعطات حتى آمان. بعد وقت خرجنا احنا في الإعلام وتحدثنا خرجت الآمان الأولى نتاع فايزر ومن بعد سبوتنيك ومن بعد جات سينوفاك ينسي دو سويت. اليوم ثم حقيقة واضحة أن الحكومة تعاملت بارتباك شديد مع يعني مع المشكلة هذه ومع الوباء ومع المجابهة متاعه، لكن هذه حقيقة نجم نقشوهم بعد. أنا ماذا بيا اليوم السياسيين أدعوهم إلى هدنة. إحنا اليوم في حرب والحرب الأوجه متاعها عديدة ومتعددة. اليوم أول حرب هي الحرب النفسية
يلزمنا اليوم نوعيو الناس بخطورة الوضع ويزينا من بث الإشاعات. ثم إشاعات عديدة نسمعوا فيها اليوم في التلفز ومش في التلفز سامحني في الوسائل الاجتماعية الفيسبوك وغيره، وهذه رأي جريمة كبيرة برشا. مش معقول اليوم نخوفوا التوانسة ونبذوا إشاعات من نوع اللي شفناها البارح أمتاع معناها نقلوا في المرضى بالسيارات الخاصة وغيره، هذا يبعث رسالة سلبية. كذلك اليوم الحرب يلزم تكون دبلوماسية، اليوم يلزم نفعلوا علاقاتنا الدبلوماسية ويلزم نشوفوا يعني التوانسة اللي عندهم إشعاع دولي وعندهم علاقات باش نوفروا التلقيح ونسرعوا في توفير التلقيح. فما غلطة كبيرة غلطت فيها الحكومة، ما مشيتش في البروسيدور الصحيحة، تأخرت في تقديم الطلبيات، هذا ما يشكك فيه حتى حد. مشينا في منظومة كوفاكس باش ناخذوا التلقيح بصفة مجانية، باش ناخذوا 4.5 مليون تلقيح، لكن مع الأسف اليوم على 4.5 مليون جانا منهم 180,000 تلقيح فقط على كوفاكس. يعني اليوم الأخطاء عديدة ومتعددة. والكوموند اللي شارينهم احنا بالفلوس، الكوموند اللي شارينهم احنا، احنا شرينا 2 ملايين جرعة فايزر منذ شهر ديسمبر، والأسبوع الفارط الحكومة عدت طلبية جديدة في فايزر ب 2 مليون جرعة أخرى. وسبوتنيك مش خذينا زادة؟ سبوتنيك خذينا 500,000 جرعة. وقتاش تعديت الكوموند تاع سبوتنيك؟ تعديت يوم 8 فيفري. جات الجرعه الكميه الاولى جات يوم 8 مارس. في تدخل احد رجال الاعمال طبعا طبعا، واللي خلينا نسميوه ونحييوه سيد مهدي الدوس اللي تدخل، ومن بعد شفنا احنا العديد من السياسيين حبوا ينصبوا انفسهم الجهد هذا اللي هو، وهذا مش معقول. وانا مستغرب كيفاش الحكومه ما عيطتلوش وما معناها ما كرمتوش باش نجموا نجيبوا الجرعات الاخرين. يعني الحقيقة يعني المجهودات الدبلوماسية يعني فما تقصير نوعا ما فيما يتعلق، يعني لو كان فما خدمة خدمت راه اليوم عندنا أكثر تلقيح. طبعا طبعا، ونشوفوا الدول، نشوفوا الدول اللي بحذانا، المغرب، المغرب راه قدمت 11 مليون لقحوا توا، قدمت المغرب قدمت طلبيات من سينوفارم في أوت 2020 و 45 مليون جرعة، قدمت 25 مليون جرعة أسترازينيكا في شهر سبتمبر. اليوم ما عندهمش مشكلة متاع تلقيح، بل أكثر من هكا ولوا يصنعوا فيهم ويعاودوا يبيعوا فيهم في إفريقيا وغيره. يعني فما مشكل دبلوماسي. تونس نحب نذكر راهو في جانفي 2021 كانت رئيسة مجلس الأمن، واليوم هي عضو غير دائم. يعني إذا كان ما استعملوش لي زاتوه ذوما وقتاش استعملوهم؟ هذا 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 المشكل الأول. اليوم يلزمنا نفعلوا القنوات الدبلوماسية كل. كذلك يلزمنا، أنا دعيت باش نكونوا لجنة فيها الناس الفاعلين والتوانسة اللي عندهم إشعاع. السيد روني طرابلسي في قال وكان جيت أنا وزير نجيب 1 مليون جرعة ما جينا لتونس، علاش ما نعيطولوش وما نخليهوش يجيب الجرعات؟ كذلك اليوم فما مشكل اتصالي عند الحكومة، وربما يلزمنا نضخوا دماء جديدة. ما نجموش نعملوا تحويل الوزاري. السيد رئيس الحكومة اليوم مدعو باش يعمل تنسيقية عليا ولا هيئة عليا ولا لجنة عليا يسميها كما يحب هو، ويجيب مستشارين باش يخدموا على موضوع الكوفيد. وخاطر اليوم راهو الكورونا سي ترانسفيرسال، تمس عديد الوزارات، وزارة النقل، وزارة التعليم، وزارة التعليم العالي، وزارة الصحة. اليوم فما ناس نجحت في تونس اتصاليا وعندهم خبرة في في في, في المجال هذا، ونذكر الوزيرة سونيا بالشيخ والوزير عبد اللطيف المكي. أو مانيش نعمل في السياسة، اليوم عاش وقت سياسة، اليوم احنا في حرب، والحرب بيزمنا نخلو خلافاتنا جانبا ونتوجهوا الكل باش نلقاو الحلول، نحطوا يدينا في يدين بعضنا باش نمنعوا بلادنا، تو بعد نعملوا السياسه، وتو بعد نسجلوا نقاط على بعضنا. اذا ثم مقترحات عمليه. نقطه اخيره، انا مانيش موافق سياسيا وقت اللي يقول راو الاجراء نتاع غلق الحدود ضد التونسيين بالخارج. هذا اجراء وقتي في 15 يوم. علاش عملنا؟ انا شخصيا طالبت به عديد المرات، علاش؟ باش نحميو تونس من دخول السلالات الجديده. اليوم السلالة الهندية سلالة فتاكة، حتى الـ يعني التلقيح أثبتت عدم فعاليتها مع السلالة هذه. السلالة جنوب الإفريقية كيف كيف، والسلالة البرازيلية كيف كيف. كيجي التوانسة احنا على عيننا وروسنا، الناس كلها ساهمت في المجهود الوطني هذا متاع الكورونا، وعنا يعني الحقيقة حتى معنوياتنا كلها تعبت وكل، لكن التوانسة اليوم راهو كيجيو ويلزم لإجبارية 7 أيام حجر، خاطر ثم وقت نتاع انكوباسيون نتاع الفيروس، ويلزم اجباريه البي سي ار قبل ما يخرجوا من الوتي. ينجموا ياخذوا يجيبوا بي سي ار معمول قبل 72 ساعه وفي الاثناء ياخذك الفيروس هذاك. اذا هو اجراء وقائي انا ثمنته،
واستحسنته لانه مش يحمينا من دخول السلالات الجديده. نحاول بعد نفهموا بعض الاجراءات الاخرى، مثلا الاجراء اللي تم اتخاذه اليوم العشيه فيما يتعلق بغلق الحدود بحرا. تو بعد يكون معنا سيد مدير العام للنقل البحري يوسف بن رمضان، نفهم عنده اكثر تفاصيل. طارق كحلاوي، وين المشكل؟ في انه ما فماش مسيو كوفيد، في انه اليوم ما فماش خطه موحده، في انه اليوم الازمه السياسيه مؤثره بشكل كبير على الازمه، فما نقص كفاءه، فما عدم تنسيق، فما وقت اللي احنا ربما الناس يحكي على اوت وعلى جويل احنا ما عندناش وقتها وزير صحه، وين المشكل بالضبط؟ هو فما مجموعه من الاسباب، معناتها فما حاجات متعلقه بال يعني بالاجواء العامه في البلاد، معناتها في اللي هي ما فماش حماس كبير لمواجهه الكورونا، حتى الناس استرخات يعني ما عادش فما، وتعرف معناتها كي تطويل الازمه الناس تتعب، فما الجانب هذا، فما التعب نتاع الناس من وهل الارتخاء هذا موجود في عدد كبير من الدول، نفس الظاهره تجدت معناها انه الناس تشد مره الاولى الثانيه الثالثه ثم بعد تولي معناها طيب. فما الحاجه هذيك، فما اللي متعلق بالناس اللي ماسكه السلطه التنفيذيه يعني الحكومه اللي عندها الدوسي هذا، اللي عندها صلاحيه الدوسي هذا، فما لجنه عليا لمكافحه الكورونا ولمواجهه الكورونا يترأسها رئيس الحكومه، هي اللي معنيه بمتابعه الوضعيه نتاع الكورونا يعني توسعها انتشارها ومواجهتها. انا يظهر لي كان نرجعوا للارقام، خاطر مهم نرجعوا للارقام، تقريبا سبتمبر اكتوبر خاصه بدا نسق التصاعد في الوفيات، خاطر هذيك من اهم ليزانديس الوفيات، لانه وذاك علاش السلاله البريطانيه اخطر، على خاطر السلاله البريطانيه توصل فيس على الانتوباسيون، توصل فيس على الاكسجين والرويري في ساعول يعني تنفس اصطناعي، بالتالي الوفيات هو اخطر الديس. الديس نتاع الوفيات طلع اكتوبر طلع بشكل قياسي، اللي خلينا نوصل تو 10000 واش اكثر 10700 نتذكر وقت اللي خذيت الحكومه نتاع المشيشي تم التصويت عليها في بدايه سبتمبر، ما نعرفش اذا كان غلط 110 وفيات وقت. توا 10700. وهذا يعني بشكل واضح اللي الحكومه هذه ربما نبني على الحاجه اللي قالها توا سي العياشي، ما عندهاش ما فماش روح قتاليه في الحكومه هذه. الحكومه هذه تتصرف بشكل اداري. حتى طريقه اخذ جزء من المعركه هذه كيف ما قلنا هي تعبئه الناس، انك تقنعهم انهم يواجهوا حاجه كيف ما كان. كي انت مثلا حتى ندوه صحفيه تبعث وزير الصحه اللي هو نفسه معناتها ماهوش الشخص اللي بالضبط باش يعبر الناس، ماهوش يخرج توا، حتى ندوه صحفيه الاخرى ما خرجش هو. رئيس الحكومه تقريبا ما نتذكرش عمل حتى ندوه، ربما مره حتى ندوه صحفيه مره برك اللي قال فيها الصرامه اللي هذيك اللي تذكر عملها. تحسوا معناتها يعني بزنس از يوجوال، تحس اللي فما اداره الكورونا هاكا، فما جماعه الاداره نتاع الكورونا ذوكم، وهو قاعد على روحه معناتها لاهي بحاجه اخرى، مش معني بمواجهه الموضوع، خاطر كي الناس اش قلنا الاسترخاء نتاع الناس راه جزء منه يجي من شنو؟ كي تشوف انت القائد معناها والمجموعه القياديه معناتها امورها وترعش وماهيش عارفه كذا، هما بيدهم الناس يقول لك يظهر فيها الحكايه معناتها ما هي الجديه، ثم انك تعمل قرارات يعني بخلاف غياب الروح القتاليه اللي هي ناتجه اللي عندك حكومه غير سياسيه، هذه المشكله معناها. المشكله الرئيسيه وانا كل الحكومه احد لا ها وقاعدين نرتبوا في المسائل، احدهم يعني اللي ما عندكش، كان جات عندك حكومه سياسيه تمن بالموضوع اللي قدامها عندها بعد قتالي حقيقي معناها. الحاجه الاخرى هي انه الحكومة هذه ما عندهاش برنامج في مواجهة الموضوع هذا، ما عندهاش خطة. موضوع الأكسجين ده مثلا اللي هو فعلا مشكل، معناتها البارح اللي شاع هو أنه ما فماش أكسجين، واللي أونتر بارونتيز إذاعة محلية في صفاقس ديوان فام هو اللي خرج الخبر الأولاني، أول ما نشر الخبر عن الموضوع هذا ما كانش دقيق،
لكن الطب طبيبات خاصة الموجودين في الواحد قالوا اللي تجنبنا كارثة لأنهم كانوا يتوقعوا اللي باش تنتهي باش يقص عليه وذلك علاش عملوا كل الفزعة هذه. لكن علاش نحن نستناو أنه طبيبات وحدهم يخدموا مبادرة من نوع هذايا في الوقت اللي أنت تعرف من جانفي سلالة بريطانية جاية واللي هي سرعة الانتشار متاحة انتشارها ليه سرعة طيح. انتشارها الخطير في البدن وحاجة الناس للأكسجين باش تكبر. علاش أنت ما عملتش كوموند على بكري؟ علاش توا برك مع الجزيرية وبعثوا بسرعة نهار الخميس خرجوا الشاحنات؟ علاش؟ معناتها هذا ما يعكسش اللي التابلو دو بور اللي عندك في العوينة أنت مكشد فما الحاجة هذه فما حاجة هذه. الحاجة الأخرى المتعلقة بالتلقيح، المشكل اللي صار هو أنه تونس قررت الالتزام بالتلقيح التي تصادق عليها منظمة الصحة العالمية. أول تلقيح تم الإعلان اللي هو نجح في التجارب الكل في الترايلز الكل هو بفايزر 7 نوفمبر و 9 نوفمبر. خذا المصادقة نتاع الطرف الأمريكي غاديكا آخر نوفمبر ثم منظمة الصحة العالمية بعدها بأسابيع. براتيكمون ما تنجمش تكمندي قبل هذاك بالنسبة لفايزر. الآخرين ما كانش فما مطروح التعامل معهم لأنهم مازال ما تمش المصادقة عليهم من قبل منظمة الصحة العالمية. هي من بعد خذاو منهم وعطاهم لأمام قبل مثلا سبوتنيك الروسي كل نجموا نتكمانديوه من شهر أكتوبر تقريبا سبتمبر أكتوبر ونفس الملف العلمي الموجود في سبتمبر أكتوبر هو نفسه اللي استعملوه في فيفري باش يعطوه. لكن علاش ما تمش هذيك؟ لأنه كان فما قرار سياسي الالتزام بالتلقيح التي يتم المصادقة عليها من الصحة العالمية وبالتالي هذايا معناتها ما كانش. لكن من بعد كي ولات فما أزمة ما تمش الالتزام بالتسريع اللي خلينا ديما مؤخرين اللي خلينا من أقل الناس اللي قاعدة تلقح. يعني كي تجي تشوف فما أسباب مركبة لكن السبب الذي يتردد أكثر هو السبب المتعلق بالناس اللي شادة السلطة التنفيذية أساسا اللي عندها صلاحيات مواجهة الموضوع هذايا اللي هي الحكومة. ما تنجمش تقول لي والله ليه هذه مصادفة وجست نحن عندنا ثقافة متاع ليه ما نحبوش نلتزموا ليه. فما مجموعة من الأسباب اللي خليتنا نوصل الوضعية هذه ويلزم البناء على هذية بالنسبة للمدة القادمة. ما نجموش نتحدث على حلول بدون البناء على المسألة هذه. نعم. نحب نعلق على المسألة متاع الحظر الصحي الشامل. نعم. فما حاجة بين البنين حضر الصحي الشامل ايه معناتها صعيب تكلفته كبيرة لكن انك تقول بخلاف الحضر الصحي الشامل ما نجم نعمل حتى شيء انك انت تاخذ قرارات وماكش قاعد تنفذ فيها. تقول فما تنقل ما فماش تنقل بين المدن وما تنفذوش. تقول فما حظر وما تنفذوش. في علاقة بال انت مدى التزامك بتطبيق الصرامة متاعك. إذن مش المطلوب حكاية حضر صحة شامل طبق الحاجات اللي أنت قررت فقط. هذا مش صحيح. يعني الدرجة أنه وليت كلمة صرامة كلمة متاع فدلك لأنه الحكومة نفسها مش ملتزمة بالإجراءات. خلينا نرجع على إجراءات تم اتخاذه اليوم العشية وعلى مباشرة عبر الهاتف السيد المدير العام للنقل البحري سيد يوسف بن رمضان. سيد يوسف صح شريبتك. أهلا وسهلا. صح شريبتك أنا صح شريبت كل ضيوفك وكل المتابعين قناة حالنا بعد. مرحبا بكم. أهلا وسهلا. مرحبا يوسف. خلينا نقرأ البيان الصادر عن وزارة النقل واللوجستيك. يقول البيان في إطار مساندة المجهود الوطني لمواجهة انتشار فيروس كورونا وأخذا بعين الاعتبار الوضع الصحي بالبلاد التونسية ومخاطر تفشي سلالات جديدة للفيروس، تعلم وزارة النقل واللوجستيك أنه تقرر بصفة استثنائية إيقاف حركة المسافرين على مستوى الوصول إلى ميناء حلق الواد من يوم 3 إلى غاية 21 ماي 2021. كما تعلم الوزارة أنها قامت بدعوة ديوان البحرية التجارية والموانئ للانطلاق في أشغال تهيئة فضائيات جديدة بالمحطة البحرية بميناء حلق الواد وميناء جرجيس تخصص للقيام بالتحاليل السريعة لكل المسافرين عند وصولهم وكذلك الشروع في الإجراءات المتعلقة بإمكانية القيام بهذه التحاليل على متن السفينة خلال كل رحلة بحرية قبل وصولها إلى الميناء. وتعاول وزارة النقل واللوجستيك على تفهم الناقلين البحريين المسافرين لحسن تطبيق هذا القرار فإنها ترجو السلامة لكافة الأطراف.
اش معناها سي يوسف يعني من 3 ل 21 ماي ال 21 ميناء حلق الواد مش باش يستقبل حتى بطو. صحيح، هو القرار اللي جاء تم اتخاذه بالتنسيق ما بين وزاره النقل ووزاره الصحه ويندرج في اطار الاستعداد لتطبيق القرارات اللي تم اتخاذها من طرف لجنه الكورونا يوم 19 ابريل. ونذكر والباقي تعرفوا لكانوا تم اقرار على الاقل التحليل السريع والاجباري والالي لكل المسافرين لكل الواصلين. القرار هذا الحقيقه يصعب تقريبا تنفيذه، وكان صعوبه في تنفيذه خاصه في ميناء حق الواد باعتبار كونه ينجم ياخذوا في نفس الوقت 1500 2000 مسافر، ما فماش فضاءات اللي هي مهيئه لاعدادها باش المسافرين هذه ما يتم انتظارهم ويقع الانتظار حتى يقوموا بالتحاليل السريعه. القرار تم كما قلت اتخاذه بالتنسيق مع وزاره الصحه ويتعلق خاصه بتاجيل، هو راهو موش غلق وموش ايقاف، تاجيل الرحلات اللي هي مبرمجه من 3 ماي الى 20 ماي. شو من الرحلات؟ الرحلات عن زوز رحلات نتاع شركه تونسي للمياح، رحله يوم 7 ماي ورحله يوم 14 ماي، زوز رحلات هذوما مش يتم تاجيلهم الى يوم 21 ماي. شنو الغاية؟ الغاية هي الاستعداد لتطبيق فصل تطبيق القرارات اللي تم اتخاذها من طرف لجنة كورونا والمتمثلين فاش. الجانب الأول كما تفضلت وجه في البيان هو إعداد فضاءات وتهيئتها في ميناء حلق الواد باش المسافرين ينجموا ينتظروا في ظروف مقبولة وينجموا يقوموا بالتحاليل هذه السريع. والجانب الثاني هو النظر في إمكانية القيام بهذا التحليل على متن السفينة خلال رحلة العودة. الخيان يعرفوه بالباقي اليوم قاعدين نقوموا بالاجراءات الديوانيه والاجراءات الحدوديه للمسافرين على متن السفينه خلال رحله العوده، وقت لا يوصلوا للميناء ينزلوا ويخرجوا مباشره وما يتعطلوش. حبينا نعملوا بنفس الطريقه هي لكن تتطلب بطبيعه حال امور لوجستيه، تتطلب وزاره الصحه باش تحدد عدد الاعوان الكافيين واعداد التحاليل السيار ويرافقوا السفينه من تونس باتجاه من جنوة أو مرسيليا. هما خلال العودة يتم كيكة عندنا 18 ساعة تقريبا 20 ساعة يتم تقسيم عدد المسافرين وتهيئة فضاءات على السفينة والقيام بالتحاليل هذه السريعة، بالإضافة بالاتحاد إلى الحرص على تطبيق كل الإجراءات الأخرى كما الاستظهار بالبي سي ار نيجاتيف وكما التباعد الجسدي وكما أخذ الحرارة وكذلك الحجر الصحي الإجباري بالنسبة للحالات. اليوم اللي قاعدين نعملوا بها في خطر الحالات الموجودة وما نجمناش نعملوا التحاليل لكل المسافرين لكن قاعدين نعملوا فيه بصفه انتقائيه ولكل الاشخاص اللي تم الظهور عليهم بعض الاعراض. شركه تونسي للمياح اليوم اعلنت اصدرت بلاغ على تاجيل الرحلتين كما قلت نتاع 7 و14 ماي ل 21 ماي وعن الناقلين الاجانب. لهنا الناقلين الاجانب علاش اكدنا على كلمه الوصول الى ميناء حلق الواد؟ امكانيه السفر الى ايطاليا الوقت الحاضر تبقى واردة وتبقى ممكنة. علاش؟ لأنه فما بعض الناقلين الأجانب يستعملوا سفن مزدوجة تنقل المسافرين وتنقل المجرورات، دونك السفن هذه مش تبقى تشتغل على خط جنوة تونس وعلى خط روما وباليرم، دونك في الجيان ماهيش تجيب مسافرين في الفترة هذه، مش تأجلهم إلى ما بعد 21 ماي، لكن انطلاقا من تونس الإمكانية تبقى واردة على مستوى الصعود. وهذا كما قلت لك توقي راهو إجراء خذيناه للتوقي خاصة كما أشار ظروفك للعدوى الواثة والتوقي من السلوات حتى خاصة المستجدة هذه والمتغيرة اللي هي تمثل خطورة كبيرة ومنتشرة تقريبا في العالم الكل. يعني سي يوسف لا علاقة بالإجراءات اليوم في بما قاعد يتداول فيما يتعلق بغلق الحدود بحرا، دونك المسألة الكل وأنها زوز رحلات مش كما عملنا من 16 ماي من 16 مارس حتى 27 جوان العام اللي فات، لا وقتها اغلقنا تماما كان قرار يهم كل المعابر الحدوديه. اليوم على مستوى النقل البحري مش يتم تاجيل الرحلات المبرمجه من 3 ماي الى 20 ماي الى ما بعد 21 ماي على مستوى الوصول فقط، لكن مستوى السفر يبقى وارد ويبقى ممكن. يعني جوست زوز رحلات باش ناجلوهم باش احنا نحضروا رواحنا ربما لاستقبال تونس. وعندها رقم هاتف تم الاعلان عليه اليوم اذا كان تسمح هو 71 346 061، يمكن لهم اعاده التسجيل واعاده الحجز الى ابتداء من 21 ماي بدون تكاليف اضافيه بطبيعه الحال.
شكرا عليك سيد يوسف بن رمضان المدير العام للنقل البحثي. سام شابي اللي نحكيه في هذا الكل، اي علاقه للازمه السياسيه اللي عايشتها البلاد منذ تقريبا 4 ولا 5 شهور؟ فما انعكاسات واضحه نجموا ربما نحملوا اليوم حق واقع الصحي، تاخير في التلقيح، تردي الاوضاع الاجتماعيه والاقتصاديه اللي على خلفيتها ربما الحكومه ما نجمتش تاخذ مجموعه من الاجراءات، الى الازمه السياسيه اللي غارقه فيها البلاد. واحد يتخيل، احنا نقول احنا في حرب حقيقيه ضد وباء الكورونا، واحد يتخيل بلاد في حرب دون قياده موحده ودون قياده تعمل على تعبئه كل الموارد البشريه والاقتصاديه، كل ما عندها لمواجهه المعركه دي وفق خطه مدروسه واستباقيه ودراسات تعملها، هذا غايب. احنا وقت اللي نذكروا اللي قاعد يصير، احنا بلاها نحب نسال اولا قبيله قلتها ونعودها، رأسي السلطه التنفيذيه رئيس الجمهوريه ورئيس الحكومه ما يتلقاوش الازمه هذه، وقتها باش نلقاوها؟ الشعب التونسي وقتها باش نلقاه؟ سامحني، الحكومه وقلنا فيها ما لم يقله مالك في الخبر. سامحوني العبارة في رمضان، وهي مسؤولة عن التأخير والتقصير ونطلبها أن تتدارك. السيد رئيس الجمهورية في باله اللي فما كورونا في البلاد، توجه للتوانسة، مشى عقد مجلس وزاري يترأسوا كي بيخولوا الدستور، يقول لهم اليوم الكورونا واعطيوا لي الإمكانيات وهي المقترحات، يمشي يتوجه للبرلمان يعمل كلمة بخطاب يوحد فيه التوانسة يقول لهم مع بعضنا نخوضوا المعركة هذه. هو رئيس الدولة، هو رأس الدولة، هو المسؤول الأول على ذلك، وبالتالي الأزمة هذه تخلينا نواجهوا فيها متفرقين بالاجتهادات. هذا القرار هذا والله إلا فهمت كنت في بالي فاهم، وغلق الحدود البحرية، تأجير رحلتين، وعليها ما علنوش عليها وقت عملوا الندوة الصحفية، عليها بعد بنهارين، ما ارتباك هذا. لا وما سبق لذلك اليوم الصباح سيد وزير الصحة يقول وأنه غلق الحدود غير مستبعد، بعد نلقاو القرار كيما ذا. على ذيك انا سعيت وانا سيد يوسف رمضان في حضر معنا توفيق. انا ما نحبش نزيد، قلت لن نحمم قلوب التوانسه لن نخوفهم، لكن الواقع مر. وقت اللي الحكومه خذت القرار الاول بعد مر لانه 7 يا سيدي غلطوا صحيح في رمضان، يجي رئيس الجمهوريه يقول له وخر وهذاك عاود راجعوا، وهو جات منك يا بيت ربي اني لغيته على رئيس الجمهوريه، يسجلوا في النقاط على بعضهم، هذاك يحب يعمل استجابه للضغوطات الشعبيه والرفض التعاطف فن مع اصحاب المقاهي، وانا موافق ياسين في بقاله، الناس كانت تحب تلعب الرمي والشكبه والشيشه بلا مسؤوليه، معناها كان نجم نعالجها اخرى، ورئيس الحكومه قالها ونلصقها فيه، كان صارت كارثه وكان رئيس الجمهوريه طلب هكا تدار المعركه وتحبوا نربحوها المعركه وتحبوا يكونش عندنا، والتوقعات انه باش نوصلوا فيها 15 ماي الى 12000 وفات وان شاء الله مش اكثر. اي طبعا الازمه السياسيه تلقي بظلالها على ادائنا الضعيف والظحل والمرتبك، والثمن نتاعها هو حياه التونسيين، ارواح التوانسه، الثمن نتاعها هو هذا، تولي الحكومه مرتبكه. يعني فما الوزراء اللي قاعدين يلقحوا تو جوه، شو هو رئيس حكومه ولا وزير يلقح سرا ولا ماهوش سرا؟ هو انا اعتقد انه واجب ان يلقح، ماهوش هو يلزم يطلبوا، وجاء الوقت نتاع والترتيب انه المسؤولين عن الدوله يلقحوا. يخافوا انه ربما يقراوا حساب الحملات والفيسبوك، فوضعت المثال ورئيس حكومه الاول باش يقطع التردد وربما يعمل لك الفاكسان اللي عليه شكوك اكثر. استرازينيكا ولا لازم يقول هاني انا عملته، ما يطلب التوانسه يعملوه، باش يخلي التوانسه تقبل وهي مطمئنه، قائد بلاد عمله، وزير صحه كيف الوزراء، ورئيس الجمهوريه يلقح. يحب يلقح ويعطي مثل للتوانسه، فماش هذا. لخاطر احنا لا قدر الله ما نحبوش بلادنا تفتقد القائد الاول لها ولا الحكومه نتاعها. احنا مليون يلقحوا، احنا باش نجيبوا هالتلقيح اذا كان ما عندناش حكومه وما عندناش مؤسسه دوله وبرلمان يخدم. وانا نسمع في دعوات غريبه مع احترامي لبعض النواب يدعيوا النواب انهم يلقحوش، يعني ماهوش معتبرين ما يعتبروش انفسهم مسؤولي دوله. بقطع نظر على اداء البرلمان وبقطع نظر على كل المشهد اللي تواسى، المشهد المقرف اللي تواسى عيات منه. لكن هذيك مؤسسه من مؤسسه الدوله يلزمها تقعد تشتغل، والحكومه كيف كيف والرئاسه كيف كيف وقطاع الامن والمؤسسه العسكريه اولويات، مش البلاد ما تقفش ونقعد نخوضوا في المعركه. كيما اعطينا الاولويه للاطباء واعطيناها للمسنين،
فما خطه. اذا كان حتى في هذه نرتبك ونقعد نسجل على بعضنا في النقاش، موضوع مزايده، موضوع مزايده وموضوع معناها مش كله مزايده، لانه فما تعرفوها فما نائبه من حركه النهضه اتضحوا انها لقحت وهي لا في البقعه اللي لازم تلقح فيها ولا عندها اولويه، وانا مناسب من هنا ادعوها الى الاستقاله، فمش حل اخر. واذا كان ما تستقيلش ادعو حركه النهضه وقول لها رب ضاره النافع، اعطي المثل في انك تجبر نائب نتاعك الاستقاله، المقعد ماكش باش تخسره تعيط للي بعده في القائمه. اما نبداو نعطيو مثال المسؤول ايا كان موقعه، خاصه في المعركه هذه معركه حياه او موت، وقت اللي يخطئ يبعد ويتكى ويستقيل، ما فماش حل وسط. سمعت انهم طلبوا منها الاعتذار، ما فماش اعتذار، يلزم الاستقاله. قاده عسكريين في دول اوروبيه، فما في اسبانيا، رئيس قدم على الرتبه نتاعه استقال، لا قال انا قائد لا يسحقوني، فماش. لازم تعطي المثال، خاصه في المعارك هذه اللي تتعلق بالحياه او موت، وتعطي مثال ان المواطنين الكل سواسيه امام هذا المرض، والدوله تعطيهم فرصه متكافئه للتلقيح وتعطي اولويات ونكونوا قابلين بها. نعم، يا سي العيال، عركه السياسيين في واد وحاجه الشعب التونسي في واد اخر، يعني اليوم العركه اللي كان يحكي توا ربما يتحدث على القائد القوات المسلحه، عركه على الدستور وعركه المحكمه الدستوريه وعركه على التعيينات وعركه على الداخليه وعركه على قياده القوات المسلحه، الوغ كل عركه صحيحه على رواح التوانسه، حتى حد ما متلفت للتوانسه. لا ما عندناش قائد على الكوفيد احنا. خليني ساعه نتفاعل مع بعض الكلام، انا استنيت المداخله نتاع طارق. واعتقدت انه باش يبدا اول حاجه بالاعتذار، لانه الاعتذار اي هو كان من الناس البارح اللي دخل فينا غولة التوانسه الكل بالاشاعه نتاع الاكسجين. انشرت الكلام نتاع الاكسجين مقطوع، انشرت توجيك الكلمه نتاع الديوان افاف، توجيك الكلمه اذاعه الديوان افاف صديقي، توجيك الكلمه. فاعتقد انه كانسان توجيك الكلمه، يلزمني نعتذر على نشر مقال اذاعه الديوان. انا ضيف، انت كرونيكور، تسمعني كما سمعتك من فضلك. فكنت نعتقد انك تبدا بالاعتذار الساعه لمساهمتك في نشر اشاعه دون التثبت منها، وانت ناشط سياسي وناشط حزبي وعندك الاتصالات والوسائل باش نجم تتاخذ المعلومه هذه. سياسي وناشط حزبي وكرونيكور كلهم هذوما، وهذاك الخلط الخطير، لكن مش هذا موضوعنا. خلينا فيما ينفع. عنده وان تونس كامله تعلم اللي عنده. انا عندي ديمقراطي، ما عرفش علاش مستعربين. تفضل اعطيني الكيان الحزبي نتاعي. نعرفوه التيار الديمقراطي، التيار الديمقراطي، ومانيش فاهم علاش مستعربين. مش حوار ثنائي يا طارق، مانيش عارف فيك، وتونس كامله تعلم. انت شخص الموضوع. ما تعرفش كيفاش، سامحني. اخر مره تقابلت انا. تحكي سياسه ولا تحب نحكي؟ اخر مره تقابلت انا كنت فتوي. لا لا ما شخصوش، ما شخصوش. لا لا سامحني. نتحدث سياسه. المفروض الساعه ما تقطعش ضيفك الساعه من حيث المبدأ. يضيف للاذاعه وانت جاي مع الاذاعه قبل كل شيء. الحاجه الثانيه، اثنين استنى اسمع، اثنين كذبتين في اخر جمله. لما تقولش تكذب قلت لي انا، قلت لي لازم نعتذر على نشر اشاعه، وانا نشرت مقال نتاع اذاعه نتاع ديوان افلام. نشرت كابتور مقال اي مع الرابط نتاعها، مع الرابط نتاعها اذاعه ديوان افلام. شنو نشرت البارح؟ عاودت نشرت اذاعه. والحاجه الثانيه تقول انا ناشط حزبي، وين اعطيني؟ وين انا ناشط حزبي؟ اعطيني اخر مره تقابلت انا في بلاتو وين؟ فكرش قابلنا في كارتاج بلوس، كنت مقابلني وكانت تجيك التعليمات باش تدافع على حكومه الفخفاخ في تضارب مصالح، مقابلني كيما هكا بالتليفون. الكذبه الثالثه هذه وين هذا؟ كيفاش؟ في كارتاج بلوس بين وين جاتني تعليمات على اساس شنو؟ قاعد قرأت في جوجل، لقيت انا قاعد ناخذ التعليمات في قاعده مقابلني. ايوا عاد فيك قاعد مقابلك. اسمع تعلم كيما انت توا شادد التليفون. انا شادد التليفون، حاضر اعصابك، يتقال كلمه يجيك لها سماش وترد. متاكد انك تمشي في الطريق هذا؟ طارق تدعي ادعاءات بناء على شنو؟ على معطيات ومعلومات. وين المعطيات؟ ما قعدتش انا وياك قبل وقت حكومه الفخفاخ تحكي لي عطاء ديمقراطي. شنو هو طارق؟ شنو هو؟ نحكي لك على طارق ديمقراطي كما نحكي لك انا. سامحني سامحني، اسمع، موقف معروف انه حكومه الفخفاخ. لا لا لا، وكنت داعم حكومه الفخفاخ وداعم حزامها. شنو هو يعني انت علاش تخبي انتمائك؟ تكذب، ما عنديش اهتمام. خلينا يا ياسين، انت تكذب، انت تكذب لانك تعودت، لانك تعودت انك تنقر وعزيزك تنقر باش تلقى الحقيقه. وين انقرت القيد؟ وين انقرت القيد اللي انا عندي اهتمام حزب؟ انت نعرفك، نعرف من 2010 طارق، انا نعرف من 2010 يعطيك الصح، وانا اعرف انتمائك وتعرفني وقت اللي انا كنت معك في الحمله على الوضع الصحي. يا ياسين تو احنا نروح. استنى استنى استنى، سيدي المذيع يعطيك الصحه، انا ندير الحوار. قطعني
المفروض انت وقتها خذ شخص ما يشدش روحه هو سياسه مشكلتك طب من شارع يقول مش مشكل من وجهه الكره وبعد جاي قال لك حتى حد برضو رغم انت وحدك تكذب معش عاوده تكذب وحدك وتحمل مسؤوليه انت في الساحه السياسيه عندك بروتوس تيزي حاجه يا 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 طار يا ياسين وين هذه انقرت عليها ولقيتها ياسين ياسين بروتوس لا مش نسيت اللي كله مجروح من شنو سامحني فيش جرحتك علاش الحاله هذه اللي كله فيش جرحتك شبيك داخل بعضك اخي جاي باش ناقش موضوع الكورونا بجد طارق طارق ياسين ياسين انت سالت على طارق الكحلاوي ياسين انت قلت ايش مجروح لا سامحني موضوع ذكرني وقت الجرح ما تجرحنيش علاش داخل بعضك ياسين ما تخليونيش نطلع على موضوع الشائعات انا كنت ندمت على حاجه امي وقت اللي طلع في الحمله الانتخابيه تدور بالبلاصه بس تقول لهم والله السيد تغير وما عادش الشيك اللي قبل وراه انا وش اللي قبل وراه انسان ينجم كذا واحد تفرج الحاله انا وش اللي قبل الانسان اللي وقف معاه في حملته فيش وقفت معاه عادي جدا هذاك يقول لك على خاطر اختلفت معاه في موقف يقول لك انت يا ياسين وانت ما عادش شنو وانت كذا وانت ما عادش انتماء حزبي ياسين الانتماء الحزبي تهمه هو اليوم مش تهمه واخد اي يقول لك عنده انتماء حزبي ياسين ياسين احنا اليوم احنا نلومه في السياسيين كيفاش مخلي المشاغل الحقيقيه للتونسي هذا سؤالي انا المشكلة الحقيقية متاع التوانسة اللي حكيت عليها هي الإشاعات اللي يعملوا فيها بيزمر الدولة أعتقد أنه هذا موضوع مهم قبل نشكون البارح ساهم في نشر هذه الإشاعة أنا خلقت إشاعة أنا نشرت مقال متاع إذاعة يا رسول الله لا سمحني عليك إذاعة موجودة إذاعة محلية في سبيق نشرت المقال قلت كان من الأجدى نرمى الموت تقول ولا إذاعة بني أنا فهم تعتذر وماشي إلى نقطة أخرى الموضوع متاع الناس اللي عندها مشكلة سياسية تحب تصفيها بالإشاعات موضوع يهم التوانسة في قلب الموضوع انا اليوم نحكيو على تقرير نتاع اتحاد اوروبي اذا ديوانا فيها قريبه من الحزام حتى تعمل شيء قريبه من حركه النهضه انا نشرت المقال نتاعها قريبه من حركه النهضه انا قلت كان بيودي انه يعتذر الموضوع يهم التوانس يا اخي وسخن المفروض نتخفوا عن حاجه خاطرك تكذب كله جيب لك معاك واحد يكذب احترم نفسك انت دروان تقص عليه ما عندي ما نحترم اخي تكذب نحترم تكذب تكذب اي اي تقل كلمه نجم يا ياسين ياسين اخي تخيل نجيبوا المستوى غير تاع توم نجيبوا المستوى نجيبوا مستوى لا 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 وينك تكذب نترفع جاوبني على سؤالي مش جاوبك على سؤالي جاوبني على سؤالي انت تعمل نظام في البلاك نتاعك الناس كي تسخن سيد برد شوي باش مش عارف ايش جرحته انا يصير شلون في بعض نجيو الموضوع نشوفوا بعض ثيرابي في الجرح نجيو الموضوع توا نتاع حكومه سياسيه كجت حكومه سياسيه ربسي من وضنه نحب نذكر ان الحكومه السياسيه السابقه فشلت تعرف ايش في انها تجيب التلقيح السريعه قعدوا كل الجمعة فكروها جاي حليفات موت عملوا الحكومه السياسيه اللي فيها القيد السياسي كل الجمعة بجينا تلقيح مش تلقيح لبيسيين مش تلقيح تحليل السريع كل جمعة غدوة جاتش وفات الجاي حال الموجة الأولى وحل الحدود وما جاتش المشكلة مش سياسية أو غير سياسية المشكلة أسكو ثم حاجات موجودة في العالم ولا مش موجودة نحكي بصراحة علاش وخر التلقيح علاش هاد نحكي بصراحة المغرب سيتي قبلت انه يسيروا اختبارات على مواطنيها لو قبلت الحكومه التونسيه انه يسيروا اختبارات على مواطنيها على تلقيح غير مجرب لكانت كارثه ولا نسمح لها بذلك نخيروا احنا يجي التلقيح مخر كأنهم خويا يجربوا فينا النقطه الاولى النقطه الثانيه انت حكيت على العمل الدبلوماسي احنا وعلى بلاصتنا في مجلس الامن شنو صار كي تونس عضو في مجلس الامن شنو صار تغير السفير زوز الاول عمل قرار قالوا عليه الرئيس نتاع القدس كلم كوشنير كلم الرئيس روحوا به من بعد الثاني قيس القبطني عمل قرار مع جبهة فرانسيس كلموا نادي روحوا به هاوش عملنا خلينا كل الامور واضحه ونتحمل مسؤوليتنا الناس الكل انا زوج سفراء المندوبين نتاعنا في مجلس الامن روح بهم الرئيس هاوش عملنا في مجلس الامن نجيب سيدي انت ماك معايا زميل في المجلس جات الكوفاكس قالت خويا ثم قانون لازمك تعديه لنا والنهار بحسابه اش عملنا احنا استعجال نظر وخدمته اللجنه في 24 ساعه بالواقفه وتعدى الجلسه العامه وتعدى شو يقول القانون؟ يقول انك بعد ما تعدي القانون يمشي الى سيد رئيس الجمهوريه ثم اجال تعطل وبعد يمشي الى سيد رئيس الجمهوريه حتى يختمه والرئيس عنده 7 أيام باش يختم نجم يختم النهار الاول النهار الثاني النهار الثالث يختم اخر نهار تاخر في الختم اختار ان معنى ما قالش لا كوفيد وتلقيح وما ادري اختار انه يختم في اخر نهار صار خلينا نزيد نقول لك صار ريت وقتها كان يخرج وزير الصحه يقول عندنا شحنه جايه نهار كذا الشحنه نتاعنا ذيك تاخرت مشات لنيجيريا خاطر الكوفاكس خويا مش قاعد يستنى فيك حتى رئيسك سيب الدلال نتاعو
قالوا له مرة نعديه وتنكلم الرئيس في نهار وصح فيه مثل ما أجير الطعن الكل فات ما دمت حتى حد عنده سبع أيام نرى فيه من الحكمة توصح نهار الأولي ولي قانون نهار له نهار الثاني قال لي أخوي مستناكم أحنا سيبوا دلالكم بعيد فالشحنة اللي كان جيتنا لنا احنا مشيت نزيدك العمل الدبلوماسي شكون مسؤول عليه؟ رئيس الجمهورية يعطيك الصح أنا ما قلت شيء اللي خرج وقتها سي مهدي الدوس ونعاود نشكره ونحييه يخدم الخدمة الكل في روسيا خرج لنا سبع رئيس الجمهورية انها تبنت الموضوع ولبسته نزيدك على بالنسبة للموضوع التلقيح الروح القتالية والقائد وكذا يا أخي مش محمد عبو قال وزارة الصحة تستحق وزير قالها ما قالهاش اني طالب هدنة من الطرف السياسي لا سمحني ما يحبوش هدنة ثم ناس تسعى الى انه تتعطل تلقيح وجي اخر نهار وما تجيش وما تصيرش الواه باش يمرق مشكي بس سياسة ارواح كلام تحمل مسؤوليته وخلي خلي خلي سمحني سمحني اي خلي شو هو معلش يستثمر هو سياسي اي جوست معي ويخرجوا اشاعه يستثمروا فيها سياسيا باش يقولوا احنا الاخرين تاع الفخفخ كانوا خير نقول لك بصراحه وانا الاول ان نتكلم السياسه برجوليه هذا الواقع ثم ناس ماذا بها تدخل البلاد وتموت انا هزيت التليفون واستفسرت البارح في سبيكس كان نجم يعمل اي واحد قبل ما يثبت في الاشاعه سايب اشاعه دخل هلع في البلاد تاع الصباح نلوج على وزير الصحه وينه فايق ولا مش فايق ومدير السبيطار فايق ولا مش فايق ورئيس الحكومه فايق ولا مش فايق خاطر الموضوع يهم اشاعه تاع نجم دخل بلبله في البلاد مش ناقصه هاو ليش اخر التلقيح ما رضينيش بالتجارب السريريه رئيس الجمهوريه عطلنا وتعطيل هذاك الشحنه اللي كانت جايتنا وقتها كان ياخذ رئيس الصحه وزير الصحه ويقول جايتنا الشحنه الفلانيه هذاك مش يفدلك الامر ماهوش حكومه سياسيه ومو سياسيه حتى الحكومات السياسيه اللي نتاع الناس نتاع تضرب المسارح والسرقه وتعكعيك اللي بكيوا عليها فشلت انها تجيب تلقيح هذه ما فيهاش امام وما فيهاش الا 80 درجه وما فيهاش الا كذا لا اله الا الله دونك بالنسبه للوضعيه اللي احنا فيها توا الوضعيه صعيبه التلقيح راهم ما تمشي العطار تاخذ 5000 تلقيح وتجي يلزم جهود دبلوماسية يلزم ضغط يلزم عنا شي شكون اليوم نسألك سؤال آخر مجلس أمن قومي تعمل حول الكوفيد قداش عنده مارس 2020 عام شكون يدعو إلى انعقاده رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية غضبان عطيني الداخلية ما كانش مبلبصها وما عليها حتى حد وزقفونا وصواريخ وأفوام وغرف مظلمة يعطيني الداخلية ينبلبصها خلينا نحط الناس قدام مسؤولياتها خلينا نحول مسؤوليات الناس الكل اليوم كي سامحوني في الكلمه كي سيدي كي جوادو اخر هم الناس تشوف فيها الكل الناس كل تحب على الداخليه داير انت كنت تلاحظ في الحملات الانتخابيه الناس كلها على شنو تحكي على الطفوله على التشغيل على الشباب على الصح وقت توفى الانتخابات يحبوا العدو الداخليه الواه مش يحشوا العباد في الحبس مش باش ينفعوا يخدموا ما ينفع الناس نفس الشيء اليوم كلها تحب القواد العليا وكلها سلطتها وكلها تحكم كلها تضرب فوق الطاوله وكلها في الاخر في الاخر يحبوا على الداخلية الواه باش يحشوا العباد في الحبس وتوانس اون سون فو ولا استثني احدا ونقول لك حاجه كي غنوا شيهم كي مشي شيهم كي سعيدهم خليني نتحمل مسؤوليتي في هذا خاطر الوضع اليوم نحكي على روح توانسه راه نحكي على حاجات وخلي يخرج واحد يقول لي لا الرئيس لقح في النهار نعطيه التاريخ اللي لقح به الرئيس لقح لا نعطيك التاريخ اللي وخر به في امضاء قانون التلقيح ونعطيك حتى الشحنه اللي كان جايتنا رقمها كيفاش مشات لنيجيريا خاطر استناونا ماهيش لعبه خاطر العالم الكل يجي ورا ذاك واللي يحب يقارن لي بالمغرب سمح لي المغرب ارضات انه يكونوا مواطنيها يجربوا فيهم الحياة حياة واللي مات انا احيي من رفض هذا حتى اليوم واحنا موخري تونس ليست ارض تجارب باش يجربوا فيها التلقيح ودويت على الناس الكل وادعو الناس الكل باش تبدا الصوره واضحه قدامي الرئيس اليوم معطل المجلس الامن القومي هو الوحيد الذي يدعو اليه ما دعاش أخويا تحبوا على الداخلية تحركوا عليها نهار آخر ونزيدك حاجة أخرى يحب على الداخلية في خرق جسيم للدستور الدستور شو يقول للرئيس يتشاور فيش في الدفاع والخارجية يعطيك صح شو دخلك في الداخلية أنت لا هو قال على البحري والبري والجوي والطبي إذا تعاركوا ولكن مش وقته لا سمحني لا سمحني إذا أقول لك حاجة سمحني سمحني تعاركوا على الدستور إذا أقول لك حاجة توا إذا التوانسة ماهيش حطوا قدام مسؤولياتهم هما كيفاش بالجستمان خاطر ثم تعويم حكومه سياسيه وكنزات كذا والاخرى ما كتشقنيش هذاك لتفادي تحميل المسؤوليات رئيسكم اليوم علاش خديت سبع ايام في عضو صح من نهار الاول علاش اليوم معطل كل عمل دبلوماسي مش كيف التلقيح راه الرحله نتاع قطر اللي مشيت توانسه بجيب فلوس ملتوم من قطر لتونس الميزانيه شكون عطلها الرئيس يا اخي صحيح بربي ما كانش تداوله بانه تو قاطع رئيس يهز التليفون ويقول قطر ما تعطيش فلوس للحكومه صار ويقول لك حاجه استدعي انت ماك هنا استدعي الناس اللي مشيت في الوفد عيط لهم خدمتك هذه انا اعلم ذلك
نائب عندي 3 سنين، عندي علاقات في الخارجيه، عندي علاقات في كذا، متاكد ونخرجها متاكد منها، مانيش كل اللي نشوف لي اشاعات قال شنو ديواني فهم وكذا، لا انا نسير مسؤول. دونك المشي نتاع ليبيا، المشي نتاع كذا، فاليوم عندك ناس خلينا نسميها بصراحه ووضوح ونسميها كما هي، ناس كلات كف في حكومه الفخفخ، مجروحين كيفاش نحات حكومتنا، مستعدين اليوم برئيسهم وحزامهم ولا تسميه انه بالاشاعات بالكذب بالمزايده بكذا بكذا، انت تصف تونس، هذا لا ينفي انه الحكم المسؤولي، سامحني مسؤوليه الحكومه، هنجيوها مسؤوليه الحكومه، منين جايش المشيش من المريخ؟ قيس سعيد قالوا له قدامك 10 ملايين تونسي، اختار الاخضر، شكون اختار؟ جاي المشيش، من يتحمل المسؤوليه؟ انا لا يتحمل قيس سعيد وخياراته. اليوم ما تحب ولا تكره غياب مجلس الامن القومي، اختيارات رئيس الجمهوريه، اختياراته انه يبلبزها اليوم تترجم أروح. ناس موتة في الكياسات، ناس موت اكفان، كل عائله اليوم ما تلها شكون، وهنا نعاود الرحم عليهم الكل والرحم على عبد الرحمن سقير صديقي اللي مات بالموضوع هذا، وعندي شكون في عائلتي مات بالموضوع هذا، شكون تحمل المسؤوليه؟ هاو نحط له خنا هات نفركوها الرمانه، علاش تاخر التلقيح؟ العائل وكل شيء على التلقيح، وانا شنعملوا؟ انا شنعمل؟ نؤخروا في القانون. احنا نستخدمه في الازمه السياسيه مالوغوزمون لوقتي ولا ترواح التوانسه موضوع مزايده، هما ينجموش ما تنجموش تاجلوا عركم على العدل وعلى الداخليه وعلى الفساد وعلى الغرف المظلمه وعلى الصواريخ وعلى اللي هو بلوط كلام فارغ، وين وهات وين؟ فعلا الازمه مستفحله، معناها ما عندناش نحكيو توا على الازمه الاقتصاديه والاجتماعيه، اليوم الازمه السياسيه تلقي بظلالها على الأزمة الصحية، هذا معناه ما يختلفوش فيها اثنين. علاش وصلنا للأزمة هذه؟ حسب رأيي السبب الأول، أنا موافق اللي فهم جهود دبلوماسية زي ما تتعمل وما تعملتش، وأدعو للتدارك، ماذا بينا نتداركوا في المستقبل، خلينا نوفر التلقيح باش نخرجوا من النفق المظلم هذا. حسب رأيي المتواضع فما المنظومة السياسية بكلها ألقت بظلالها بتاع 10 سنين، 4 وزراء صحة في السنة هذه بتاع الكورونا، 15 وزير صحة في 10 سنين، هذا أثر، مع أن الوزير ما يجي ما عندوش رؤية، ما عندوش وقت باش ينجم يشتغل. وقتاش جاء الوزير هذا؟ جاء في سبتمبر، بكري ستار قال 110 وفاة، وبعد طلعت 11000 وكل، لكن في العالم الكل الوفيات في المرحلة الثانية كانت أكثر بكثير من المرحلة الأولى، وكذلك المرحلة الثالثة أكثر بكثير من المرحلة الثانية، يعني مش 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 الحقيقة مش رغم اللي ثم إخفاق في التعامل مع الأزمة ذي، وأنا حسب رأيي الإخفاق هو ما كانش فما استشراف للمستقبل، وإحنا في لجنة الصحة نبهنا العديد المواضيع اللي اليوم حدثت، ومنهم المصحات باش نعملوا كونفونسيون بين المصحات، تسخير مش تسخير، في شهر نوفمبر أول ما بديت معناها ما ترأست لجنة الصحة، أول حاجة بادرت الذهني والمكتب اللجنة، استدعينا نقابة المساحات واستدعينا الوزارة، قلنا وطلبنا من المساحات باش يبادروا في المجهود الوطني هذايا، يقبلوا فقط سعر التكلفة، وقبلوا قالوا نعملوا ستركتور دو بري ونقبلوا كان الكود روفيان. وقتها نتذكر اللي كلفة سرير الإنعاش كانت في حدود 1800 دينار في اليوم، وقبلوا التكلفة هذه، وسرير الأكسجين طلبوا 1000 دينار، وهذا سعر التكلفة. طلبنا من الوزارة باش نعملوا سعر التكلفة في الأوبيتال ميليتير وفي المستشفيات العمومية، وكانت تقريبا التكلفة نتاع سرير الإنعاش في السبيطار ميليتير نفس التكلفة في المساحات 1800 دينار. المساحات قبلت باش تخدم بسعر التكلفة. قلنا لهم نعملوا كونفونسيون بين الوزارة وبين المساحات باش وقت يمرض تونسي أيا كان من حقه باش يداوى في المساحة أو في المستشفى، والدولة تتكفل بذلك. الوزارة تلكأت. الوزارة طبعا، وهذا مسجل راهو، هذا مسجل صوتا وفي التقارير، يعني نقبت اصحاب مصحات قبلت الوزارة قبلت باش تخدم بسعر التكلفة، وقلنا لهم احنا في كلجنة صحة مستعدين نعملوا وساطة بيناتكم باش نقربوا وجهات النظر في اسعار التكلفة، وكانت اسعار التكلفة قريبة جدا بين المستشفيات العمومية وبين المساحات. اليوم نشوهوا في القطاع هذايا اللي الحقيقة عن عليه عديد المؤاخذات، لكن احقاق للحق وشهاده للتاريخ راهو هذايا صار في شهر نوفمبر، وارجعوا للبرلمان تلقاوه مسجل في لجنه الصحه. ما كانش فما استشراف للمستقبل، هذا واضح. اليوم بالنسبه للزيسي كلينيك، انا نخالف السيد النائب
ونقول اللي راهو لي زيسي كلينيك راهم قاعدين يصيروا في تونس وقاعدين يصيروا في الدول الاوروبيه وراهو لي زيسي كلينيك ما هيش جريمه راهي امور مقننه مضبوطه والمخاطر مدروسه ثم في اليوم في دول العالم كل دول العالم تقريبا صارت اللي زي سي كلينيكا ذوما وفي الادويه ثم ادويه نتاع السرطان عافانا وعافاكم الله او اخطر برشا وتصير دي زي سي كلينيك يعني ماهيش بدعه اما احنا ما كانش عندنا الجراه السياسيه باش نقبل بذلك. اليوم راهو يقبل باللي زي سي كلينيك في بلاده ماهوش مش يعرض ابناء بلده للخطر ونقول راهو في تونس قاعد يصيروا دي زي سي كلينيك على ادويات اخرى كما تصير في فرنسا كما تصير في المانيا كما في عديد الدول. إيه ما إلا فالو كومونيكي على الحكايه يا سي عايش. ما نحن اليوم بمجرد ما انه الناس سمعت استرازينيكا باش يسقع سحب ودرا شنو الناس تسال قبل ما يا اخي شنو التلقيح اللي لقحوا به فايزر يمشي سبوتنيك يمشي استرازينيكا لا بطلت مانيش ماشي. شوف فما اخفاق اتصالي رهيب في الحكومات المتعاقبه يعني ما يوصلوش المعلومه. اليوم وقت نشوفوا احنا ميركل المستشاره الالمانيه وعندها الخيار وباش تبعث رسالة إيجابية تاخذ هي فاكسان أسترازينيكا هذا مطمئن للشعب. وقت نشوفوا تريدو رئيس الحكومة الكندي ياخذ أسترازينيكا هذا مطمئن. نعرفوش قداش الخطر نتاع أسترازينيكا. الخطر نتاعها تقريبا يعني مضاعفات جانبية لكل 100,000 شخص. عادي واحد على 100,000 شخص. أنت اليوم كان تاخذ دواء نتاع وجيعة الراس فيه مضاعفات جانبية ربما أكثر من أسترازينيكا. لكن احنا وقت جاتنا 100,000 جرعه من استرازينيكا خبيناها لانه علاش ما فماش الجراه السياسيه باش نخرجوا وباش نتواصلوا ونفهموا الناس اللي راهو المنافع نتاع التلقيح اكثر بكثير من المضاعفات الجانبيه. اذا فما مشكل سياسي كبير برشا فما عدم تحضير الدوسيات نتاع الكورونا ما يعني اخفقنا وتخبطت الحكومه والحكومه تتحول تتحمل مسؤوليه وانا نقول كل الطبقه السياسيه تتحمل مسؤوليه لكن بدرجات. احنا في البرلمان يعني كل تشريع جانا الا وسارعنا باش اشتغلنا عليه وعديناه في اسرع وقت وقمنا بالواجب نتاعنا رغم ان القوانين جاتنا بصفه متاخره. لكن اليوم ماهوش انا اعتقد اذا كان نحبوا نحملوا مسؤوليات في لجنه الصحه بادرنا اليوم عندنا عريضة باش نحبوا نفتحوا لجنة تحقيق في كشف الملابسات تأخر التلقيح وربما نضيفوها زادة كذلك الإخلالات الموجودة في إيفاكس. دينا نجمعوا في الإمضاءات والإمضاءات متقدمة جدا خاطر نعرف يلزم 54 إمضاء باش نعملوا لجنة إحداث لجنة قد يعني كان هي مبادرة من لجنة الصحة عملنا العريضة وربما ماناش باش ما نحطوش شوشرة واحنا في قمة الأزمة بعد ما نتجاوزوا الأزمة هذه إن شاء الله مش ننطلقوا في اللجنة هذه باش نكشفوا الحقائق للتوانسة. اليوم يلزمنا نتوجهوا للمستقبل. أنا دعيت وقلت راهو المواطنين فما حالة استرخاء ونشوفوا قلنا كما قلنا في المقاهي والناس مش تطبقوا الإجراءات. أنا دعيت إلى تشكيل دوريات مشتركة بين الأمن والجيش الوطني. اليوم احنا في حرب والجيش الوطني متاعنا يزمو يساهم في محاربة هذا الوباء وقت نشوفوا احنا نعرفوا ثقة التوانسة في الجيش الوطني هنا مش كما الدعوة باش المحكمة العسكرية وغيره وندخله لا هذا الجيش الوطني يزمو يدخل وتكون تشكيلات مشتركة. الأمن قام بالواجب ونشكروه. اليوم فما حالة تعب وإرهاق إذا كان اليوم الجيش الوطني نجم يخرج مع في الدوريات هذه ويساهم في المجهود الوطني خاطر التوانسة عندهم ثقة في الجيش وقت يخرج الجيش يحسوا حقيقة بخطورة الأوضاع. اليوم الوضع خطير جدا السياسي ماهوش قاعد يوصل في الميساج بتاع خطورة الوضع والمتلقي عنده حالة استرخاء. الحلول موجودة يلزم نتجاوزوا خلافاتنا السياسية وذلك علاش أنا دعيت ونزيد أدعو باش نعملوا هدنة لمدة ما نعرفش أنا 6 شهور سنة باش نتجاوزوا. اليوم مع الأسف نشوف في عديد الأطراف قاعدين يستثمروا في الأزمة هذه راهو اليوم أنا نقول للسياسيين قاعدين يستثمروا في الأزمة هذه شنو النتيجة؟ الحكومة مش تطيح مش تجي حكومة أخرى أنت في بلاصتها مش يصير لك نفس الشيء ومش تاخذ بلاد في حالة أتعس من الحالة اللي فيها اليوم. لذلك خلينا نتجاوزوا وأدعو السيد رئيس الجمهورية باش يعمل خطوة إلى الوراء ويبادر هو اليوم أكثر شخص التوانسة عندهم فيه ثقة يعمل خطوة إلى الوراء مش زيد يكبر في عينين التوانسة وقيمته مش زيد تكبر يبادر بالاتصال بسيد رئيس الحكومة ونعملوا الحلول مع بعضنا باش نجيبوا الوباء هذايا لأنه نقول للسياسيين الكل راهي صحة التوانسة أمانة عنا وسيحاسبنا التاريخ
احنا نحاولوا نقوموا بواجبنا وبكل جهد وبكل حماس، وان شاء الله ربي يوفقنا وان شاء الله يسامحونا التوانسه. نطلع فاصل بعد نعطيك الوقت الكافي باش تحيه شريفتك، تحيه ليك وتحيه لكل ضيوفك. شكرا. في الحقيقه بلغني ما تفرجتش لحد الان انه ذكرت اذاعه الديوان في نقطتين. النقطه الاولى انه اذاعه الديوان اثرت البلبله البارح فيما في علاقه بملف الاكسجين في السقس، وهذا يذكر السيد النائب المحترم سيد ياسين العياري. وكيف كيف في نقطة أخرى يظهر لي سي طارق جبدها وقال أنه إذاعة الديوان قريبة من حركة النقل. خلينا نوضح في البداية النقطة الأولى. البارح في ساعة متأخرة من الليل وعندنا كل ما يثبت تم الاتصال بينا وفما صيحات فزع ومن الأطباء وخاصة يعني تحديدا نقيب أطباء الاختصاص العموميين، وهذا الكلام الكل موثق عنا تفيد بانه يعني هناك نقص حاد. هو حتى التسجيل اللي موجود عندنا يفيد بانقطاع الاكسجين في مستشفى الحبيب بورقيبه في الساقس، وانه باش يتم على جناح السرعه نقل يعني المرضى من مستشفى الحبيب بورقيبه الى المستشفى العسكري بسينا. وامام تعذر الاتصال بجميع الجهات الرسميه، نقول جميع الجهات الرسميه في الساقس في ساعة متأخرة من الليل، اللي حاولنا في أكثر من مرة الاتصال بهم وما جاوبوش، وكانوا تبارك الله عليهم معناها صباح سرعان ما فندوا الرواية هذه، وقالوا كل شيء لاباس في الساقس، لكن عندنا كل ما يفيد العكس تماما، وأنه البارح صارت معناها بانيك كبيرة برشا في مستشفى الحبيب بورقيبة في الساقس، وهذا ما يأكدوا اليوم بيان يعني نقابه اطباء الاختصاص يعني الجامعيين في الساقس، وتاكدوا ومكتوب يعني حرفيا في البيان هذا انه الساقس تجنبت الكارثه ليله البارح. يعني اذاعه الديوان قامت بدورها كامل في اخبار الناس، وفرصه كانت بالمناسبه يعني من خلال التدخل هذا انه يعني الجهات الرسميه ما عليها كان تتكلم وترد وتجاوب، وإذاعة الديوان قامت بنقل الروايتين اليوم قدامنا. يعني موجود زوز روايات يعني باعتبار اللي صار، رواية رسمية اللي هي دورة اليوم الصباح، ورواية الأطباء يعني الجسم الطبي والشبه الطبي في الساقس. هذا فيما يخص النقطة الأولى. فيما يخص النقطة الثانية ماذا بيا يعني في علاقة إذاعة الديوان بحركة النهضة، ماذا بيا نسأل الأستاذ طارق شو عنده مؤيدات في الاتجاه هذا؟ لا خط التحريري ماهوش يعني فيه عديد الصحفيين اللي عندهم خط التحريري بتاعهم، ما عندوش مشكل مع حركة النهضة، وحتى فيه أحيانا معناها حاجات يعني أنت أستاذ تعمل في المونيتورينج وقاعد تتبع في الخط التحريري لإذاعة الديوان؟ لا قاعد أتبع فيها، أنا استضفتوني أكثر من مرة، متبع برشا إذاعة الديوان فاهم، وانتر بارونتيز أنا جبتها إذاعة الديوان. لما حضرت إذاعة الديوان كنت تقول اللي تحب بكل حرية ولا؟ لا طبعاً 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 تقول كل اللي تحب. كيفاش استنتجت أنه حركة أنه إذاعة الديوان قريبة من حركة النهضة؟ هذا هو سؤالي. يعني باش ما يوليش يا مهدي، باش ما يوليش معناها سؤال إجابة. دوك شنو تحب تعلق على النقطة هذه مهدي؟ سامحني، لأنه اللبانة هذه يعني اللي قاعدين نسمعوا فيها، وفي كل مرة من جنب الرد عليها، وقاعدين نخدموا على أرواحنا ونجاوبوا الناس بالخدمة نتاعنا. إذاعة الديوان خط تحريري مستقل تماماً، يا مهدي إذاعة تحترم جميع الأطراف السياسية وتقف على نفس المسافة من الجميع، وهي تعمل للصحافة من أجل الصحافة. يا مهدي يا مهدي، احنا قرينا مع بعضنا. نعم جميلة، واحنا زيدة أكثر من اكتوى بهذه التهمة. دونك فهمتك شنو تحب تقول، تعدى وكها وتجاوز. لا معناها مش معقول في كل جيوز. مرة يعني نلقيه التهم جزافا، يعني ناس قاعدة تخدم، ناس قاعدة تتعب في إذاعة الديوان، وكل مرة يجيك طرف معين يتهمها بالاتهام هذايا، يعني في كل مرة نسكتوا ونقولوا نجاوبوا بالخدمة. شوف يعني أنا باش يكون معناها المرة هذه طلب نتاعي واضح، اللي عنده معناها تقرير مونيتورينج واضح يفيد ب معناها ميل إذاعة الديوان إلى طرف سياسي دون آخر فليقدمه، واللي ما عندوش فليصمت للأبد ويخلي الناس تخدم على أرواحها. شكرا لك زميل مهدي بن عمر رئيس تحرير ديوان فام. شكرا شكرا معاه ضد الكذابة. شكرا نجم ناخذ انا تفضل بالحاجه الاخرى تفضل.
أنه اللي سمعناه توا هو دليل على فما ناس قاعدة تستخايل في مؤامرة للدفاع على حكومة المشيشي. فنبدأ من النقطة هذه ساعة. اللي صار البارح توا سمعت قال لك هذه إذاعة محلية موجودة في صفاقس. يعني أنا واضح يظهر لي ما بيناتناش ود أنا وسي مهدي توا ولا علاقة خاصة ولا معناتها أنا نشرت إذاعة محلية نشرت خبر اللي نورمالمون عندها مراسليها قريبين من المؤسسات هذيك نشرت كيف غيري ونشرت زادة أونتر بارونتيز الطبيبات اللي كومونتير كان يحكي عليهم مهدي توا اللي هما نشروا في البروفيل نتاعهم كذا وقالوا لي كانت فما مشكلة. تولي الحكايه يولي طارق كحلاوي في غرفه مظلمه من الغرف مع ناس عندها مشكله مع من اللي تحت حكومه الفخفاخ يستناو في الدوره هما اللي قاعدين يقطعوا في الطريق على التلقيح ويخلقوا في الاشاعات ويعملوا في الواحد يعني نتاع تشبه للقصص اللي شفناها في المسلسل هذا كان يا ما كانش لكن الحركه الخرافات دافع على حكومه مشيش يدافع عليها دافع عليها دافع على الأداء نتاعها قول شنو عملت باهي وشنو عملت خايب مش ليه الحكومة راهي مش باهي أما راهو كل شيء من خاطر ما قيس سعيد ما صححش درا شنو ولا الأمر الفلاني راهي تقول وي والحكومة ليه الحكومة ليه الدليل نتاع التونسي هو اللي ما قول ندافع على الحكومة كيما شي يتبنى بشكل واضح راني قاعد علاش الزحيل الحاجة اللي خاطر ما نحبش نشخص نخندق شخصنا هذايا اللي تجرح تجرح يتصرف يعمل ثيرابي ما نعرفش حتى علاش كيفاش جرحته فما صحيح ضروره لفهم وتحديد المسؤوليات وانا نتمنى تعملوا لجنه تحقيق برلمانيه وتاخذوا ما يكفي من الامضاءات وتمشيوا لجذور الازمه وانت اللي قلته توا الحاجات اللي بعض الاشياء اللي قلتها اللي نورمالمون باش تكون الشهاده نتاعك في لجنه التحقيق البرلمانيه اتاكد اللي فما مشكل سياسي اساسا شنو هو الاستشراف كي تجي مشتلين من كل بلاصه وشويه اداريين والسي في نتاعهم عامل العام في المدرسه القوميه الاداره وجاب صاحبه اللي عامل معاه مدرسه قوميه الاداره حتى مدير ديوان وجاب الاخرى حتى وزيره درا شنو وظيفه عموميه هاي بحذايا سي نورمال اخي عندك انت عندك ناس هذيا عندها رغبة أولا يعني انتماء سياسي يخليه يحب يغزر يعمل حاجة يعمل بروجي يحقق حاجة ينفذ حاجة يحط هدف ويمشي له ما فماش ما عندوش لا رؤية لا استشراف لا هم يحزنون حكومة اللي قبلها حكومة الفخفاخ قول عليها اللي باش تقول وعملت برشا غلط وعملت برشا أخطاء بالارقام المعطيات الموجوده من بعد تقول لي في العالم الكل يتناقش اما الواقع اللي قدامك هو هذاك الواقع اللي قدامك في الفتره هذيك كل العالم مش فرنسا كل العالم ابدا من الصين كيفاش واجهوا العالم بالحظر بالحجر الصحي شام كل العالم حاجه مستجده كيفاش باش تعملها لا يلزم مؤامراتيه ونستنى في فرنسا يعني معناتها واحد يحب يحكي بالعقل والمنطق ولا بالاحاسيس بتاعه وباش مجروح وما عرف شنو بداك الحجر وفين 27 جوان من 27 جوان حتى 7 سبتمبر تحب نعطيك قداش وفيات قبل 27 جوان وقداش بعد 27 جوان حتى سبتمبر حوالي ايش و50 في الحجر الصحي لا خلينا نكمل خلينا نكمل كل شيء يتناقش حتى في الحجر الصحي الشامل ايش و50 وبعد الحجر بعد رفع الحدود اخر جوان جويليا اوت بدايه سبتمبر ايش 60 يقول لي 65 الرقم هذه معطيات قدامك كي تعمل حجر تعمل معها اجراء اجتماعي ولا ليه شو عمل المره الاخرى مش شيء عمل يعني توقف سبعة سكر القهاوي في الليل ومن غير ما يعمل اجراء اجتماعي اخي تخيب الحكايه نتاع فلوس موجوده الاعتمادات وكانت باش تناقش وجاب الوزير الماليه وزير الشؤون الاجتماعيه وقاعد يناقش في كيفاش نعطيك الجمعه ولا كذا الاجراءات الاجتماعيه خاصه الجماعه نتاع القهوي. لكن من بعد كي جاء الرئيس عمل الحكايه هذيك برا لصقها في قال له سبعه ما اي سجلوا زوز النقاط السياسيه على بعضهم وهذا غلط. الزوز. اما تقول لي راهو الاشهر اللي فاتت الكل التلقيح ما جاتش على خاطر
قيس سعيد ما عملش مجلس امن قومي ولا خاطر صح مخر بجمعتين الامر تيو بحذاك رئيس لجنه الصحه قاعد يفسر لك بالبي والتي علاش وخرت وقتاش تعمل هذيك الوثيقه نتاع اللي تعملت مخر في جانفي اخي قيس سعيد هو اللي عملها في جانفي هو اللي وخر يعني كي 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 باش نجيو نحدوا تحديد المسؤوليات الناس الكل حطوا قدامنا أي طبعا كل شيء وانا نعتبر اللي الاسقاط نتاع حكومه الفخفاخ بغض النظر على وضع الفخفاخ فخفاخ راهو ما قالوا في الحبس في سبتمبر ذكرها في شد الحبس من سبتمبر هاكا مش في الحبس مش ممنوع من السفر والقضية مازال في طور الاستماع به التواضع راهو كل واحد يبدا ينقز ويفرفط به التواضع انا كي باش تقول حاجة اعمل شوية تنسيب مش انا بطل العالم مازال راهو مازال الاطراح مازال الدنيا وكذا اختوا كي انت تقول انا بطل العالم ونعرف اش نحكي وراني كذا وراني نقول لكم وسأقرر وسترون وكذا المعطيات اللي عندنا اللي اسقاط حكومة الفخفاخ أدى الحكومة من النوع هذا يتحمل مسؤوليتها قيس سعيد أنه اختار المشيش اختيار سيء ويتحمل الحزام البرلماني أنه صوت لها ويتحمل لأنه صوت لها ويتحمل الياس فخفيخ في جزء أنه أقال وزير الصحة في طبق أزل أي أي وهو أقال وزير الصحة لأن وزير الصحة الحركة اللي هو فيها هو صوت مع بعضهم لإسقاط الحكومة في مجلس الشورى بعد هما الكل هم بعض ومن وقتها شنو جرى هل الحزام البرلماني قال لا نخموا والله دهما علينا معناتها تحديات كبيرة وكذا خلينا معناتها نركحوا اللعب وما نخلقوش أزمات سياسية أخرى لا نحن اتفقنا معاه المشيشي إذا كان ما ينحيش سبعة وزراء تطيحوا له الحكومة طلع نبيل القروي نهار التصويت على حكومة المشيشي لايف قالها لايف قالها والوزراء لازمهم يتنحوا يا خويا المشيشي غلط ونبيل القروي غلط وحركة النهضة غالطة حتى حد يكون منه العقل معنا لازم الناس الكل تنخرط في هذه اللعبة خنكمل وهك شفتها في البلاتو لهنا معاك فما أما يلزم نقولوا كل شيء نقولوا كل شيء ما نقولوش راهو التلقيح ما جاوش على خاطر فما معناتها ناس تاع في غرف مظلمة وهي بطل التلقيح سمعت كلام قاعد به اللي كاين وفما ناس هي مقرة انها ما تعملش ما تجيبش التلقيح يا ناس يكلموا في البلايس كل ما تعطيهمش تلقيح اغزر طارق حكومة المشيشي ضعيف فما تقصير الوزراء ما همش ربما فيهم مشكون ما عندوش كفاءة هذايا مش معناه وقت اللي نتحدث عن سيد رئيس الجمهورية وننتقد تقصير فيما يتعلق خاطر وقت اللي نحكيو على الدبلوماسية ما فماش تقصير على مستوى رئيس الجمهورية من انه الدبلوماسية ما تحركش السيد الرئيس فما اي خاطر اليوم انتوا معناها كيفكم عاملين فما 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 الاداء الدبلوماسي عموما فيه برشا مشاكل في يخرج وزير الخارجية يتحدث يقول باش نطلبوا الجزائر باش تعطينا نزيدك اي اي واكثر من هكاك والجزائر في الاخر يخرج بعد يقول لك لا سامحونا راهو فهمتونا بالغلط وهذا قبل حتى المصادقة على وقتها يظهر لي على سبوتنيك وقبل حتى في تونس ما يقع المصادقة على سبوتنيك الاداء فيه برشا فوضى في جميع الاتجاهات كل. لكن توا تقول لي اللي نواصلوا كالعاده والتونسي لازم يقلل الدلال باش نجموا نواجهوا الوضعيه هذه يلزم تلعب دورك كي انت عندك لجنه ماكش محتاج باش تعمل الاجراءات الكثيره والعديده اللي انت التزمت بها علنا باش تنفذها ماكش محتاج تعمل مجلس امن قومي انت عندك الاليات مو عندك موقع مو صلاحيه انا معاه راه انت البارونتيز الداخليه تابعه لرئيس الحكومه برا رجل امورك برا امشي نفذ يا اخي نفذ الواحد واقف كذا وامشي يعمل نفذ القرارات نتاعك اللي انت اعلنتها ما كاينش ما تعلني على حتى قرار شنو الجدول ثم بعد هذا وذاك تجي تعمل تلقيح خلصه وخارج الاولويات انا هو تحكي لي اللي عملوا عملته المستشارين وأعضاء الحكومة الجمعة اللي فاتت أولا ما علنوش عليه قلت علاش يلزم يعلن عليه خاطر خارج الأوليات سي عصام أنا معاك راه يلزم فعلا قادة الدولة وتتيران أما هذا مش موجود في الواحد تو اللي قال عليه توز سي العياشي المرحلة الثالثة نحن سي العياشي تجاوزنا المرحلة الأولى والمرحلة الثانية هل كملنا لقحنا الأرقام تاع وزارة الصحة حتى شو قلت البارح فيها
40 بين 40 و 60% نسبة التلقيح متاع الناس المعنية في الأولوية الأولى والأولوية الثانية. مازال لم يتم استكمال التلقيح هذاك. أنت ما كنت جيت تعلن، شفت اللي قلت عليه أنت اللي قلت عليه في اللجنة ماهوش موجود في البلاغ. خلينا نكمل سي حسام، خلينا نكمل لحظة برك، لحظة برك. بلاغ وزارة الصحة تعرف فيها الأولوية الثالثة؟ الموظفين المصالح الأساسية، هل تم تعريفهم شكون؟ ما فماش. الحاجة اللي قلت عليها أنت أدق، موظفي كبار موظفي الدولة أدق. أنا راني قلت في الأوف هذاك. أي جستمو كبار موظفي الدولة حاجة تتقال يلزم هل أعلنوا عليها ما أعلنوش عليها؟ دونك أنت كي ما تعملش الشيء هذايا ومن بعد تجي تعملك الأداء هذاك وتمشي يعني تلقح خلصت. المكلفين مهمة مش لحظة حكومة، مكلفين مهمة في القصبة مش معناتها وزير ومن بعد تقول لي أنت معناتها تحب فما ثقة في الحكومة هذه. طبعا أنت قاعد تضرب في الثقة في الحكومة هذه بالأداء متاعك اللي تعمل فيه. ورغم هذاك نقول توا عنا ساعة جمعتين ثلاثة جمعات هذوما، أنت معني ساعة بتنفيذ الإجراءات اللي أعلنتها ساعة الحاجة الأولى. اثنين، موضوع التلقيح ثبت على روسي اللي جاءوا 30,000 فقط، الباقي تم تأخير كبير من الرواسة. علاش؟ هذه لازم تشدوا النقطة هذه. هل رجل الأعمال هذاك إذا كان لعب دور هل ينجم يلزم يلعب دور؟ هل الأطراف الدبلوماسية يلزمها تلعب دور؟ إلى آخره. حسب ما فهمت فايزر أمورها ماشية، قاعدين يعملوا في الدليفري في الوقت. الحاجة الأخرى اللي عندك متأخر فايزر، فما 85,000 جرعة تجي كل جمعة أسبوع. كل جمعة من هنا لآخر جوان مش تجينا مليون جرعة، ومن جويلية إلى آخر سبتمبر بيجي 3 مليون جرعة. بالكونتر الكوفاكس هو اللي فيه تأخير واضح، فيه تأخير كبير. هنا فما مشكلة في علاقة ما عندهاش علاقة بأمر رئاسي، عندها علاقة بالتنسيق مع الأطراف الدولية اللي هي نورمال واليونيسيف ولا لو أماس وأطرافير اليونيسيف اللي أطرافير اليونيسيف. هذا يلزم شد، هذايا يلزم توا سباق ضد الزمن أنك يعني تجيب التلقيح وتسرع في مسار التلقيح قبل ما نزيدوا نغرقوا في علاقة بموضوع الأكسجين وغياب الأكسجين اللي هو ماشي وتزيد موضوع متاع غياب الأكسجين. إذا كان ما عندنا الجمعتين القادمين مسألة أساسية في الموضوع هذا، من غير ما نحكي على الموجة الأخرى البرازيلية اللي معناتها والهندية اللي تحكي عليها أنت واللي يلزم فعلا من توا تحضير لها استشراف. أخويا ما فهمش استشراف في نوفمبر، ما فهمش في جانفي، ما فهمش هاو توا هاو الناس كل نعيط وأعمل استشراف. وهني أقول لك أنا واحد من الناس ما عنديش ثقة لا باش يعمل استشراف لهم يحزنوا. سعيد بركب ربي على موضوع التلقيح. شوف الحكومة هذية ارتكبت من الأخطاء والتقصير وهي تتحمل المسؤولية. ترجع أقول لك كيفاه اللي ما تخلينيش في حاجة أني سما نغزك شنتي نزيد نتحامل عليها. هي من الله منين تجبد تلقى. أنا أقول أنه أولاً المسؤولية الدولة كبار مسؤولية الدولة وأعضاء الحكومة والمستشارين اللي يسحقهم أنا دولي بدولة تخت ما لهم أخي في موقع القرار والقيادة نتكلموا بموضوعية. هما الفئة الثالثة من حيث الأولوي نقعدوا نستناو حتى كملوا الفئة الأولى باش نقلوا للثانية وبالتالي لا 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 في الحكومة ما أنا نستمع للمسؤولين ونحاول نفهم الصحيح بالغالب. سي الهاشمي الوزير اللي هو مسؤول على رئيس اللجنة الوطنية نتاع التلقيح شوفوا شنو فما ما لا ناقفوا اللي هم فوق 75 سنة جاوا منهم 40% ما أعلنوش. لا سامحني بس إسام في وقت يبداوا المرحلة الثانية أعلنوا أعلنوا عليها المرحلة الثانية. خلينا نتفقوا رانا في رانا نتحدثوا على حياة المواطن وعلى المسؤولية والدولة وأدائها. يعني ناقفوا حتى يجيوا اللي فوق 75 سنة الكل خاصة أنه فما عزوف فما ناس مش حابة تزلق ناخذوا ونداركوا اللي يجيوا الأخرين ونحين فما شوفوا شمو بين المرحلة الأولى والثانية والثالثة. أما خلينا نتفقوا كي العالم الكل أما عنا الدولة هذه تستحق إلى رجال ونساء يكونوا ملقحين باش يقوموا بدورهم احنا اللوم عليهم قصرين بدورهم. نخلي حكومة تخدم دو سيلندر وتخدم عن بعد باش تواجه حرب مولاه يقول لها مش هذا النقاش مش لا لا خلينا نقول لك انا نعيب عليه رئيس الحكومه والوزراء مشاوش يلقحوا قدام المواطنين معاك ما كل سر هذا معاك يقول واجب اي اي هذا هو معاك قلت لك تاخذ تلقيح اللي حوله جدل وتقول هني لقحتم ولا تنحيه من السوق. انت تعطي المثل في ذلك ونطالبوا اليوم بانه يعمل مجهود استثنائي انا معك لجلب التلقيح
ونحبهم يعطيونا أجندة بالتاريخ والكمية قداه وين باش يعملوا والمراكز يعدوها وقداه يلزم يوفروا من أسرة جديدة وتوسيع تاخذ استيعاب. هذا هو نحكيو كان على التلقيح مسؤوليتها وماهيش مسؤولية رئيس الدولة. خلينا نتفقوا أنا وقت اللي رئيس الجمهورية حب يستحوذ على السلطات خارج السلطة بتاعه نقف في وجهه ونقول له تقيد بالدستور. وقت اللي تجي أزمة كيما هذه المسؤول عليه السلطة التنفيذية في القصبة هي اللي تدير ملف الرئيسي لمحاربة ما نحملش رئيس الجمهورية الدولي المسؤولية الأولى كل واحد في إطاره. أما نقول أن تونس في حاجة إلى أن يكون فما تكامل وتماسك لمؤسسات الدولة. وقت اللي أنا نأخذ الحكومة ونطالبها ومش الغاية اليوم نسجل عليها نقاط لأنه مسجلين عليها ولا أتوقع أن الحكومة دي ستحقق نجاحات ولا، لكن المهم اليوم يلزمنا حكومة لتدارك النقائص نتاعنا. في نفس الوقت ونتساءل على رئيس الجمهورية كيف أهمي كلمة على الكوفيد ما قالهاش. معقول يا رسول الله كلمة على رواح التوانسة والخطر اللي يتهددهم وهو رأس السلطة وهو المنتخب 72% ماهيش مثال عندي فرنسا في ماكرون هو تقريبا قريب يلبس بلوزة ويهبط يلقح للمواطنين كل مرة يعمل ندوة صحفية وكلمة للفرنسيين يقول لهم هاو شنو اللي يصلنا هو اللي يدركنا وصحيح وهو الوزير باش يتكلم وهو رئيس الحكومة كلام هذا. وقت اللي يعني يغيب رئيس الجمهورية نقول له لا مسؤوليتك ما عندكش حق أقف. واليوم خلينا نقول إيجابيا نعاود الدعوة اللي عملتها من الأول نطالب رئيس الجمهورية اللي هو في الموقع الأقدر وهو الرافض مع الأسف أنه يدعي رئيس الحكومة ويطمن التوانسة يقول باش نحطوا اليد في اليد فهذه نخوضوا المعركة مع بعضنا ويعطيه مثال للتوانسة ونطالب رئيس الجمهورية أنه يلقح ويقول لنا ليه هو لقح كيف تحبوا التوانسة تعمل يا أخو فما رأي أبجديات باش الماكينة تدور ما هوش نحن وهم شو هذا شو احنا نستناك انت برا قد وين تغلط نقيد عليك لا بلادنا مش احنا وهم انتم غادي لإدارة الدولة ولحسن ولكسب المعركة هذه ونحاسبوكم عندما تقصرون ولكن اليوم نطلبكم تحملوا مسؤوليتكم وتخدموا مع بعضكم. وفعلا كلمة قالها سي زمان في حاجة إلى هدنة سياسية. اليوم التوانسة نختلفوا على كل شيء راهو نختلفوا رئيس الحكومة مش ندافع على الحكومة قلت ممكن نقول لا تولي تدافع قلت أضعف حكومة جات في تاريخ تونس وما زال تقول باش يقيدوك مشى للقضاء يا اخي شكون الكليفاج اللي تحطينا فيه كان مع هذا ربع مع هذا لا ملوين يا اخي مشى للقروان ماشي القروان هي غزوة بدر كانت تمت في القروان ومعركة الكوفيد مشى للغريبة مالكين يمشيوا في ليلة القدر الوحي هبط في جامع الزيتونة يعني فما المستوى إذا كان حتى فما معناها ناس من مستوى يرذلوا في العملية السياسية ما يلزمش لا النواب لا مسؤولية الأحزاب لا مسؤولية الدولة ينخرطوا في العملية هذه يولي التهتيك والترذيل وبعد نقولوا للولاد وين وصلت تحنا عنا من الملفات ومن الخلافات ومن المآخذ على بعضنا البعض اللي مانيش في حاجة إلا أنه يولي الفيسبوك واللي يسير في الدولة يولي الفيسبوك واللي يسير في اهتمامات السياسيين واللي يناقشوا على هذا يولي أراو البلاد قاعدة تغرق قاعدة تنهار وإحنا مانيش هنا. هذه مسؤوليتنا نتحدث على روحي مش نتحدث على غيري يزم نرتقي بالخطاب ونحيوه الخطاب هذا أنت أحنا وهما على الأقل في المعركة هذه رانا كلنا فرد زورق هي في المعركة الكل. أما في المعركة هذه في حاجة إلى خطة وطنية إلى حالة إعلان تعبئة وطنية والتعبئة هذه تبدأ المسألة متاعها يبدأ من رأس السلطة التنفيذية إلى البرلمان إلى الحكومة إلى الأحزاب إلى الإعلام إما بعضنا إلى الشعب التونسي فعلا الشعب التونسي ما هو شيء طفل صغير لعب بالتراث لا يزمن هو يتحمل المسؤولية متاعه إما بعضنا فما إمكانية مش قدرنا أن تونس اللي هي من أكثر الدول المعروفة نجاحا في التلقيح في فعلى مر التاريخ عندنا خبره وتدرس في الـ في الـ في الجامعات وفي العالم وفي منظمه الصحه العالميه نوليو اخر دوله حتى في هذا راو عندنا الامكانيه حتى في الوضع هذايا الى ان نتدارك وان مع بعضنا نضع حد للتدهور هذايا ونقدم جرعه امل للتونسيين باش يكونوا في صحه جيده وبعد يختلفوا فيما يحبوا عليه. جرعه الامل يقول لك ياسين عياري يقول لك اذا كان حرب كيما هكايا وارواح اكثر من 10,000 تونسي ما وحدتناش وقتاش باش نتوحدوا؟ بمعنى وانه كل واحد اليوم يحاول للاسف يستثمروش في الازمه في ارواح التوانسه باش يصفي حساباته. اللي يقول لك هذه نتيجه منظومه 10 سنين حكم الصحه وين وصلت واللي يقول لك هاو الانتقال الديمقراطي شنو اللي
عطانا وكديكتاتوريه كانت خير، واللي يقول لك انا خاطر ما عنديش صلاحيات وهذا النظام السياسي شبه برلماني هذا هي نتيجته، اجا نغيروا النظام السياسي، يعني كل واحد يلبس في الازمه على قياسه. انا خلينا نحط ثلاثة مستويات، الاولى خلينا نجاوبك على سؤالك. تعرفش علاش يحكيو الاخر 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 تعرفش علاش؟ خاطر كي تجي تقول له باهي تعرفش اخطانا من الاخر الكل، اش نعملوا الغدوه؟ تعرفش يقول لك النقطه اللي بديتك بها، البس كمامتك واغسل يديك. لا يوجد حل سحري لا عند هذوما لا عند الاخرين لا عند اللي عارك فيهم، بما انه هذا هو المواطن يلزمه يلبس كمامته ويستحفظ على روحه. بما انه الحل سهل وواضح ومقابل وما فيش نقاط، ترجع الناس كل تضرب في انت بيك وانت عليك. اليوم في تونس او في اي بلاد اخرى حتى الدول اللي طايرين بينا في التلاقيح وفي المنظومه الصحيه وفي تحب انت مسيبين البوليس في الشارع يخطي في العباد، البس كمامتك. لا يوجد حل سحري، يلزم المواطن يعرف ان الامور جديه، يعرف ان المرضى ذايا ربي يعافينا منه ويرفع البلاء يقتل، يعرف اللي ما عندوش دواء ويعرف اللي منظومات صحيه اقوى منا برشا وانهارت تحت الشيء هذا. خلينا نرجع نتفاعل على ما قلت. مشكلتي زميلي الكريم مش في السيكلينيك راهو. مشكلتي اللي في الكوفيد بالذات، البروسيس تاع السيكلينيك كان مختصر جدا. هذاك علاش انا كنت رافض انه يتعمل في تونس. ما نحبش يفهم من كلامي اني ضد السيكلينيك، لا عندهم بروسيس وعندهم كيفاش يتخدموا كيفاش يعملوهم ويتعملوا في تونس او في غيرها. لكن في حاله الكوفيد بالذات، لف العالم كان محتاج وكان الامر ما خداش الوقت اللي ياخذه في الوقت العادي في اي سيكلينيك. هذاك علاش انا كنت ضد ونحيي الناس اللي رفضت انه يصير سيكلينيك في بلادنا على امور ما خدتش الحيز الكامل. يموت تونسي بالمرض قضاء وقدر وربي يرحمه، لكن يموت التونسي بخلطه من اغلاط الحكومه ان تسمح بسيكلينيك وجربوا فينا، هذا امر مرفوض. نحب نرجع على الكلام نتاع اللي دخل بن ديوان فام، نحب نعبر له على كل التضامن نتاعي على الناس اللي تكذب عليهم والناس اللي تعرف العباد بالكذب. ثم كلمة قال على اسقاط حكومة الفخفاخ، يهديكم الفخفاخ راهو استقال، هرب ديزرته فصاع، كانوا نحطوا الامور في نصابها. وعلاش؟ ثم شكون يحكي خاطر كيفاش الحكومة هذه ما عندهاش بروجي؟ الحمد لله لا عندها بروجي نفايات لا عندها بروجي كمامات لا عندها 44 مليار. خلينا نسمي الامور بوضوح ونكونوا واضحين باش ما يغلطونا خاطر مش يعملوا تو. انت قلت هكا ما لا سخلك انت مع المشيشي ولا انت مع فلان ولا انت مع فلان ويدخلوا في التخلويط. المشيشي يعطيه الثقه هنا؟ لا. كي يجيبوا الزلمه يعطيهم الثقه؟ لا. اليوم خانقهم في المجلس اكثر من المعارضه الكل رقابه؟ اي. يا اخي لازمنا نقولوا هذا باهي وهذا نعطيه كل حق حقه. قلت فيهم كلمه غالطه؟ كي يعملوا حاجه باهي نقولوا باهي، كي يعملوا حاجه غلطه نقولوا غلطه، وانا من اقذع الناس هذوما الاخرين والاخرين. ما تلونوش ما تبدلش المواقف حسب الحكومات. اسقاط حكومة مش في الحبس في نوفمبر ايش بيه؟ حتى انت ما قلت في ديسمبر باش تطيح حكومة المشيشي وما طاحتش، والرئيس قال باش يعطينا التلقيح، يعني كانت استعارة. انه واليوم الفخفاخ مجهت له اربعة تهم، جين اربع جنايات ويبحث فيهم وما دخلش الحبس لانه رئيس حكومة وعيب يدخلوا رئيس حكومة. نجيو الفرق بين الكلام المسؤول والكلام الغير مسؤول. ما نسمحش في البلاتو هذا يتقال الفلوس موجودة. احنا ماشيين نتسولوا. في الميزانيه تعرض قدامنا النواب وارقامها موجوده، لا الفلوس ماهيش موجوده وما ثماش فلوس والوضعيه صعيبه صعيبه جدا. راني الوضعيه اللي وصلت لها تونس اليوم ماديا راهي تتقارب ب 86، راهي الوضعيه خايبه برشا. راهو اليوم كي ما لقاوش شكون باش يمشي لنا زو سور باش نخلصوا بهم القروض نتاعنا باش نخلصوهم في جوان وفي اوت، راه باش نهبطوا الريدو. دونك المنطقه تاع الفلوس موجوده ويعلموا اين هي وكذا وكذا، كلام فارغ. كل انسان مسؤول. حاجه اخرى، لما نسمع في البلاتو هنا يقول لك الامر الرئاسي صح والرئيس عطل ومجلس الامن القومي حكايه فارغه، هذا كلام غير مسؤول. عاد نحيو مجلس الامن القومي، واذا الرئيس ما يختمش قانون فما يوليش قانون، فالامور جديات، فترذيل الامور وتركب الحكايه باي طريقه كانت، هذا الفرق بين الانسان المسؤول اللي يعرف شو يقول والانسان اللي يخلط. نجيب للتلقيح. خايخه من ساسها راسها. يعني نتكلموا سيدي وسأتكلم بوضوح وسأسمي بالأسماء. أول من احتج رسميا وكتابيا على حكاية التلقيح وزارة الصحة هو العبدولله. شو نعمل؟ نحل الفيسبوك نلقى انستغرام يوزم لقح. نعم والله شفتها كانت كبيرة في العمر والله صح. لا سمحني خطرها صيدلية. لا ما هي صيدلية. لا سمحني لا سمحني رد بالك المغالطة الكبيرة. وها وين صار الفساد؟ شو يقول الاستراتيجية بتاعت وزارة الصحة؟ تقول مهنيي الصحة واحد،
2 المباشرين، 3 في مخاطر المرض. رد بالك مش اي مهنيه صحة. احنا شلقينا سيدي، لقينا نايبه من النهضه اروى بن عباس ملقحه من غادي لغادي بالاكتاف، لقينا محمد العربي جلاصي قيادي في التيار الديمقراطي يخدم في معمل تاع دخان ما عنده حتى علاقه بي... لا سامحني انا اش قلت لك، لا هو مباشر ولا هو في علاقه مع الكوفيد، ما تكتفوا لقح. نلقى واحده تخدم في تونس عندها شهاده تاع تكنيسيان صحه قايد مهني صحه ولقحت، نلقى طفله تخدم في دار الصيدلي قايد مهني صحه ولقحت. هذوما مش حاله ولا اثنين، سامحني الديليغي ميديكال ينجم راهو ينجم يتعدي، لا سامحني ينجم ما يخدمش، ليش تنقص الخدمه نتاعو؟ موش في كونتاكت مع الكوفيد، خدمة دكورته في السبيطار لازم الناس كل ضرر تخدمها. الفيتيرينار سامحني قايد مهني الصحة مع احترامي الناس كل مهن الكل راه صارت لا سامحني خدمت بالغلط، لا سامحني كيف نفصل لك المنظومة مخدمة بالغلط؟ المنظومة الساعة تطلب تقول لك في الاس ام اس جيب لي ما يثبت، ما جابوش ما يثبت، ما همش مباشرين. 2 نسألك سؤال دخل غلط، شكون يعمل فيريفيكاسيون تمشي باش تلقى؟ نسأل زادة نزيدك حاجة أخرى، أنت سيدتي الكريمة قاعدة في دارك اليوم طرد البنك حط لك 100 مليون في الكونت، غلطة بنك مش غلطتك انت، تمشي تصرفهم كي تصرفهم تسمى عمل جريمة. كيف كيف لما انت مهني صح وخاصة مسيس وتعلم استراتيجية منشورة وهي غلطة انت بقبولك الغلطة ذيك كيما اللي مشيت بد 100 مليون الغلطة ومشي صرفهم جريمة. هذه ناس تعمل في السياسة، هذه ناس تعرف، هذه ناس مهنيين. أمان قلت لك عندها تخدم في معمل تاني هال متاع بوها ما عندها حتى علاقة بالصيدة لا سامحني، لا سامحني، خلينا نسميو الأمور بمسميتها، مهم نسميو الأمور. أنا من النوع اللي عمال يتحمل مسؤوليته ونقول لك شعبية. هي غلطة يا أخي ولا اللي يقول لك هي عندها بطاقة تعريفها صيدلانية؟ لا سامحني، لا سامحني، عندها فارماسيان بطاقة تعريفها. أنت نظم أنت الوحدة نتاعك، ما سكرتي الفايت المنظومة نتاعك. هذا واحد، أما كأني قلت لك يجيك 100 مليون من البنك تصرفهم أنت. ذكر البنك تنتهي معاه. أما أنت تصرفهم قمت بجريمة، تمتعت بحق ما عندكش فيه الحق. وش عملوا هم؟ خلينا نحاولوا نكيفوها قانونية. هما انتمائهم إلى هيئة الصيادلة أو هيئة الأطباء استغلوها ومحققوا فائدة لأنفسهم بدون وجه حق. فصل التسعير مشؤوم، فصل التسعير مشؤوم ولا مش مشؤوم؟ أنا مش هنا باش نعطي انطباعاتي من نصوص القوانين، أنا أطالب بتطبيقها. قاعدين نحضرهم بقضية جزائية بالوحد باش تشكيو بيهم؟ بيان سور. ثم شكون اليوم عنده بوه في الدار مات من الكوفيد خاطر كيخذ القيحة راه منعش، شكون خذاته؟ خذاته انستغرام خاطر تعرف شكون؟ قال شنو نقرا صيدلة كاتريا ماني. ثم شكون اليوم ملوح في السبيطار انتوبي كان ياخذ القيح كان يمنعه، شكون خذاه؟ خذاه فلان وفلتان. هذا حق في الحياة. ايه واخدم انت منظومة، لا سامحني انا جاي، لا سامحني اذا كان انت مخلي الثغرات علاش تلوم؟ لا سامحني، لا انا اعطيتك المثال الحي، مش كان هما راه كل رئيس مركز تاع تلقيح جاء التلقيح ولا ما يتثبت من الواحد هذاك مسؤول. احنا طلبنا من وزاره الصحه قلنا لهم اعطينا ال 100,000 جرعه ولانين بالجرعه بالجرعه في فيشي اكسل تثبتوا فيهم بالواحد مباشر تخدموا احنا خدمه الدوله، اعطينا الالجوريتم تاع اللي خدمتوا به لي فاكس تو نثبتوا لكم فيه لي فاي واحده واحده ولتو مطفين الضوء، خاطر ثم تضامن قطاعي كبير في الموضوع. ارواح ناس نحكي فيها بلي اقل من هذا. اما نقول لك بصراحه، خلينا نتكلموا بصراحه، جماعه الرئيس سكتي علاش يطلعش يلقح، جماعة النهضة سكتي هطلع خاطر عنده فيش كون لقح، جماعة التيار الديمقراطي سكتي خاطر فيش كون لقح، الكل ما تحبش تغش مع الطب مع الفيترينير ومع كذا سكتي. كي نروحنا وحدنا ضد التجمع القطاعي هذا شنو نحب؟ شفافية. نقول لك بصراحة ريت الرئيس كان جاو 500 جرعة قال اليوم جاوني 500 جرعة سيرش اشكال ماشي حد شيء. ريت رئيس الحكومة اليوم كان قالت ها هما الناس الموظفين اللي لقحنا لهم وهذايا لقحنا له خاطر عنده مهمة رسمية باسم الدولة التونسية نهار كذا ما يصير حد شيء عادي. اما كي تولي بالغمه وتحت الطاوله كبر ازمه الثقه اللي ديجا موجوده انت في مساحات الثقه. ثم ناس اليوم تمشي دز روحه وتمشي مراكز التلقيح تقول لقح لي عايش خويا هاني سمعت بفلان ولا فلان، لقينا ناس راهو ما عندهم حتى علاقه بالصحه. انا عطيتك مثال تخدم في تونس عندها قداش من عام عندها شهاده تكنيسيان تاع راديولوجي قايد مهني صح، رغم ان استراتيجيه واضحه يلزمك تكون مهني صح، يلزمك تكون مباشر مش تخدم في معمل تاع دخان، يلزمك تكون في اختلاط مع المرض. هذه الاستراتيجيه الواضحه المحطوط اللي يقول لك حاجه اخرى هذه اللي صححنا عليها تحت رقابتك نحكي رئيس لجنه الصحه اللي بعثناها للكوفاكس. انتم ما عادش يجيكم نهار الاثنين باش يلقحوا لكم في البرلمان. انا خلينا نوضح النقطه هذه بالذات، انا ارى نفسي مانيش صاحب اولويه دون ان ازايد على حد. عن النواب كبار في العمر عندهم امراض مزمنه كانوا يسحقوا التلقيح وما لقحوا لهمش خاطرهم نواب فك علينا، اما هما كان بتمشي تكبيش نواب راهم لقحوا.
انا نرى نفسي عمري قبل 40 سنه وما عنديش امراض مزمنه، نرى انه هناك شكون اولى مني. دونك ماكش باش تلقح؟ لا مانيش باش نلقح الا كي يجيني لي سميس تاع الكوفاكس كيف الناس. سي العايش باش تلقح؟ انا مش نلقح. باش تلقح؟ مش نلقح. باش تعطي ليكزامبل رئيس الصحه؟ باش نعطي. لا خاطر انا في لجنه الصحه كنت حريص جدا مع السيد وزير الصحه، طلبته بالشفافيه في التعامل من خلال منظمه ايفاكس. واعتقد له الاغلاط اللي صارت اليوم هي اخلالات، يعني حالات شاذه اليوم فما ديفاي في السيستم. احنا ما خلقناش في ازمه نتاع كورونا، قاعدين نتعلموا وقتاش المشكل يصير. انا اول ما سمعت يعني اللي فما اخلالات اتصلت بالسيد وزير الصحه وقلت له ماذا بيه تعطينا يعني تفسيرات علاش صار الشيء هذا. وفعلا اليوم انت تدخل منظومه ايفاكس وتحط اللي انت راك يعني من قطاع الصحه، من صحه اللي فارماسيان يحطوا روح من قطاع الصحه مثلا نتاع تونيسيان هذيك كانت قبل تكنيسيان دو سونتي وبعد مشات ولات اوتيس دو لير، يعني استغلت صفتها القديمه تتعاقب. لذلك انا اعتقد انه المشكل اخلاقي، وقت انت تعطي روحك اولويه ما تستحقهاش فالمشكل اخلاقي، من بعد تتعاقب باش تحاسبها باش تشكي بها هذيك المشكله اخرى. انا اعتقد انه الاخلالات ماهيش كبيره، هنا احنا ماذا بينا نبعثوا ميساج نطمنوا التوانسه الايفاكس هذه ماهيش كامله ماهيش بارفيت لكنها قاعده تفي بالحاجه. خاطر اليوم لا متفي بالحاجه سي تخودي على خاطر عايش اليوم فما عديد التشكيات نتاع ناس انا نعرفهم باش نفسر لك بوهم وامهم فوق فوق 70 سنه وعندهم سكر ودم ولطف عليكم وتوا معيطولهم. اي معناها انا راهو اسمعني انا راهو مع عداله التلقيح، لعداله التلقيح يلزم الناس اللي ثم لجنه علميه حددت اولويات لابد من تطبيق هذه الاولويات، والاولويات هذه راهو راسلنا كوفاكس وحطيناها في الملف تاع كوفاكس تو بعد نرجع لك ليها. اما اعتقد اليوم راهو ثم حالات شاذه، معناها ما هي حالات شاذه وشاذه جدا وصغيره، دونك ما نركزوش عليها، نبعثوا اشارات ايجابيه خلي التوانسه يكون عندهم ثقه في التلقيح، يكون عندهم ثقه في المنظومه هذه، وهذا الهام اليوم. هذه الحاجه الاولى. الحاجة الثانية بالنسبة للأولويات، السيد وزير الصحة جاء عنا في لجنة الصحة قال بصريح العبارة كبار موظفي الدولة والمسؤولين على يعني القيادات العسكرية والأمنية مش يكونوا موجودين في الأولوية الثالثة، وهذا يتحط في الملف حتى رسلنا به كوفاكس، يعني حاجة ماهيش جديدة ماهيش معلومة جديدة. أنا نسمع اليوم في نواب مع الأسف يعني معناها يقلبوا في الراي العام على خاطر وزير خذا التلقيح ونائب خذا التلقيح. يا يعني نعم سيدي انا موافق انه النائب يزينا من تطيح القدر نتاع النواب، انه النائب رجل دوله وقاعد يقوم بواجبه ويزمو يلقح. هو الاشكال الصغير انتوما توا خرجتوا قلتوا راهو نهار الاثنين باش يجيو يلقحونا في البرلمان، ممكن الاشكال فيما يتعلق نهار الثلاثاء ولا وقتاش. انا راهو المعلومه موجوده اعلام سابق معلومه انا يقول لك مثلا اعضاء الحكومه والمستشارين علاش ما صارش الاعلام فقط لانه هو يقول لك اليوم احنا ماذا بينا العشره كلها او اعطيتك انا قلت لك المعلومه هذه راهو حكينا عليها في شهر جانفي معناها في لجنه الصحه وكانوا فما اعلاميين موجودين وارجعوا يعني للجلسه هذيك السيد وزير الصحه اقر انه يعني كبار مسؤولية الدوله ما بقاش نعاود في كلامي موجودين في الاولويه الثالثه هذه حاجه اخرى. خلينا نكونوا ايجابيين كلام الناس الراي العام بها في العيش. شوف وزاره الصحه البلاغه اللي خرجته ما فيهش الكلام اللي تقول فيه انت. لا انا ما انا شوف انا نحكي لك على احداث عشتها أما وشهاده للتاريخ. اي البلاغ بتاع وزاره الصحه لم ينقل هذا هذا الواقع اللي عندنا تحب ولا تكره. باهي على كل حال انا نحب نكون ايجابي نختم بمساج ايجابيه. لا انا اتوجه للسياسيين نقول لهم خلينا نمشيو للهدنه، راهو اليوم باش نسجلوا نقاط على بعضنا النتيجه شنيه هي ارواح التوانسه باش نزيدوا الوفيات، خلينا نتفاهموا مع بعضنا باش نلقاو الحلول، راهي صحه التوانسه امانه عنا. الحاجه الثانيه نتوجه للمواطنين نقول له سلامتك في كمامتك. الحاجه الثالثه نعطي حلول عمليه. اليوم البافيت هذه اليوم ب 1500 في الفارماسي في فرنسا ب 300 فرنك وصنع فرنسي مش صنع صيني. علاش؟ خاطر لي فارماسي ولي جروند سيرفاس ما ياخذوش مرابيح على الكمامات هذه. انا ادعو الحكومه باش تفرض الشيء هذا. هذه في فرنسا ب 300 مليم. علاش في تونس ياخذوها ب 1500؟ الحل الاخر لابد من تعميم التحاليل السريعه موجود نحطوهم في لي جروند سيرفاس
ونحطهم في لي فارماسي، خلي المواطن اللي يحس روحه ربما فما شكوك نتاع مرض يمشي يشري تيست رابيد ب 10,000 ويعمل التيست رابيد. اكثر من هذا، فما اليوم مستثمرين شباب تونسة طلبوا ترخيص باش يصنعوا لتيست رابيد، عنده 4 شهور يستنى. علاش؟ لانه مع الاسف الوزاره قاعده تعتمد في اجراءات يعني عاديه وتمشي عادي، واحنا في وقت استثنائي حرب. واستثنائي جدا. طارق حليمي حتى نحكي بون، يعني شو عندك؟ عندك حكومه، انا في رايي حكومه تصريف اعمال تقريبا مستقيله قدام التحديات مش فقط تاع الكوفيد. اليوم انا سمعت التصريح نتاع رئيس الحكومه للرويترز يقول فيه اللي باش يطلب من صندوق النقد الدولي 4 مليار دولار اللي هي اكثر من اي برنامج سابق. البرنامج تاع 2014 يظهر لي مليار ودولار ونص، وهذايا ولا مليار دولار و600، وهذايا واللي من بعده 16 20 2 مليار و800 وما خذوا منهم كم مليار و600 دولار، وهذايا طالب 400 في الوقت اللي ماشي ببرنامج. الحاجة الوحيدة اللي سمعنا بها ساعة مدير صندوق النقد الدولي قال له ما تجيني إلا ببرنامج مفصل. الحاجة الوحيدة اللي سمعناها حول البرنامج هو حوار عمله أحد المستشارين عبد السلام عباسي ولا حاجة كمناك موقع بورصة، كي تقراه تلقى فيه إعلان نوايا. أنا سمعت فما 8 نقاط، الحاجة الوحيدة اللي فيها تايم لاين وديد لاين واضحة متعلقة برفع الدعم على قوارير الغاز اللي هي تقريبا تجيب لك 80 مليار. صندوق النقد الدولي انا في رايي لن يكون مقتنعا بالبرنامج على الاقل اللي ما رشحه عنه، خاطر هو رفض انه يمشي لجنه الماليه، يمشي البرلمان يعرض البرنامج بتاعه قبل ما يمشي. وانا استبعد انه ياخذ معناتها الرقم هذايا اللي قالوا 4 مليار دولار. يعني بالحق التحدي الاخر يجب ان نتبعوه توا هو في علاقه بالصندوق النقد الدولي. وليش انت فرونتيز قلت على الموضوع نتاع المقاهي، كانت فما اموال مرصوده للموضوع هذا عبر وزاره الشؤون الاجتماعيه، كانت خاصه بالاسبوع هذاك او الاسبوعين هذوما، وتم مناقشتها مع وزير الماليه ووزير الشؤون الاجتماعيه. تراجع من بعد وقت اللي قال له 7 تاع العشيه هذيك هي يعني التعريج فقط. انا مساند للحكومه، مسانده نقديه، وشفت كيفاش ننقد يعني وكل، لكن انا اطلعت على البرنامج وكان عندي لقاء مع سيد وزير الماليه. برنامج طموح وطموح جدا، وربما نعطيك سبق، فما هيبه من امريكا ان شاء الله كي يرجعوا مش يعلنوا عليها فيها 500 مليون دولار ضمان قروض، مش هيبه. لا هيبه، هيبه امريكيه مع ضمان القروض. طيب السيد الحكومه راهو عندهم مشكل اتصالي كبير، وكان يعرضوا البرنامج نتاعهم والخطه، لان ماكد لك هيبه فيها 200 مليون دينار لموضوع المياه و300 مليون دينار لمواضيع اخرى. دولار ولا دولار؟ بالدولار. ماذا بينا مذبين الحكومه ووزير الماليه ما يحكيش الا مع لسان الحكومه، يحكي مع الشعب التونسي ويقول لنا شو اللي ماشي برنامجه وفي شفافيه تامه. ولكن انا مع ذلك انا معارض للحكومه ومعارض الخيرات ان نرتهن بلادنا لصندوق النقد الدولي، لكن ما نتمنيش الحكومه تفشل في محادثات حتى حد ما يتعرف. اما انت كي تبدا عندك ليش ماشي؟ خليني نتكلم ليش ماشي؟ لا خليني نتكلم. ما عادش عندي برشا اليوم فما، لاني انا مخالف الحكومه اتمنى ان تخفق في انا موجود. انا نحبها تنجح، اللي نقولها بعد يجي اعمل حوار لخلق الثروه في بلادنا، يجي اعمل حوار لتشغيل محركات التنميه في بلادنا، وين ناخذها؟ اما توا مخلوقين، وكان تخفق باش تفلس الحكومه وترجع بشروط اكثر. ليش ماشي يا عيسى؟ كلمه اخيره في موضوع الصحه، انا مع دور الرقابه واليقظه واللي قالوا سيسين انا معه، والتشهير خاصه نواب ومسؤولين ياخذوا تلقيح مش لوحدهم، لكن انا مع تنسيب الامور. اذا كان هذه هي الظاهره الطاغيه نعملوا عليها حمله، اما اذا كان مناسبه ما نشكوش المواطنين في المسار تو غدوه تلقى في مراكز التلقيح يصدم مال انتم تعملوا عملي حتانا يعني نقول كلمات نسب ناخذ كلامك من اللي فجر الحكايه هذه ولاو يثبتوا في المراكز ويثبتوا هل هو هذا دورك. هذا دورك، يعطيك دور الصحه ممتاز. هذا دورك، حسنت برشا الامور. ما فهمتش كيفاش اسم تفاجئ ال 4 مليار دولار الميزانيه اللي صوتنا في عليها فيها قيمه الاقتراض الخارجي مصوتين عليها من ديسمبر، والناس كل تعرف يجيبوا قداش من مليار يجيبوا من الخارج، فهذا كلام فارغ بالتوانسه الكل.
ما تعمل على حتى حد وما تستنى من حتى حد. البس كمامتك واغسل يديك وعاونونا بالدعاء ربي يرفعنا البلاء، واضغطوا على سياسيكم باش يسبقوا مصلحتكم وارواحكم قبل الحسابات بدون وجيبوا التلقيح. ربي بقي الستر على تونس يا رب. فقط انا قلت بكري نحب نلقح وقت تخلط الاولويه نتاعي حسب الاولويات تاع اللجنه العلميه ومستعد نلقح استرازينيكا. أنا لقحوني أسترازينيكا. أسترازينيكا أنا مستعد باش نريد ما ناخذ بلاصة حتى شخص آخر عمري قبل 40 سنة النجم نستحمل ما نحبش ناخذ بلاصة واحد بوك ولا أم حتى كان راهي سيفا كان حتى النوابز نكونوا مسجلين في الفاكس مش طبعا واش ما خرجش ما شكرا سي عصام الشابي من عام حسن الجمهوري شكرا يا سي العيار يا مرحبا مثلا مشيت 10,000 تلقيح رئاسة الجمهورية وينهم؟ الحكومة أعطت 10,000 تلقيح رئاسة الجمهورية باش الحرس الرئاسي كذلك يتلقى التلقيح والموظفين نتاع رئاسة الجمهورية. ما تقولهم حد بالشفافية هذوك، هذوك غرف مظلمة ما شاء الله. راهو معناها وذاك علاش قلت لك الحكومة عندها مشكل اتصال. شكرا عايشي زمير، شكرا طارق كحلاوي، شكرا لكل الفريق التقني، صباح الخير.